مساء الخير جميعا، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اخر النهار على شاشه قناه النهار. وكل يوم خميس بيبقى عندنا ملف اجتماعي. النهارده هنطرح سؤال عن ملابس المراه. ليه دايما بيثار جدل حول هذا الموضوع في مجتمعنا؟ وايه هي ترى المعايير اللي المجتمع ممكن يقبلها بالنسبه للبس المراه ومظهرها؟ هل بتختلف من طبقه لطبقه ولا من منطقة لمنطقة؟ يعني مناطق الشعبية غير المناطق نقول ايه الراقية، غير المناطق بتاعت يعني المتوسطة، ولا ايه بالظبط؟ يعني الأسئلة دي طبعا بنطرحها بعد ما أثير جدل الأيام اللي فاتت حول ملابس المرأة من أول النقاب لغاية المايو. ولحد امتى هيفضل لبس المرأة مسار جدل في المجتمع؟ لحد امتى هنقعد نتكلم الست تلبس ايه وما تلبسش ايه؟ هنتظر طبعا مشاركتكم معايا عبر صفحتنا على الفيسبوك ومن خلال الاتصالات التليفونية بعد شوية. بس عندنا مجموعة من الاخبار. هبدأ من استعدادات محافظة الجيزة لتنفيذ القرار الجمهوري باطلاق اسم الشهيد البطل ساطع النعماني على ميدان النهضة لتخليد اسمه على الميدان اللي شهد احداث 2013 الارهابية. معايا من لندن الدكتور سراج النعماني، شقيق العقيد ساطع النعماني. مساء الخير يا فندم، وطبعا بعزيك مرة تانية وبعزي مصر، بنعزي أنفسنا على فقدان البطل طبعا العقيد ساطع النعماني. وممكن تطمننا على مراسم وإجراءات وصول الجثمان لأرض الوطن بإذن الله؟ مساء الخير يا فندم. توضيح بسيط، بس انا مقدم شرطه وليس طبيب، مقدم شرطه سراج النعماني. اهلا وسهلا. وانا لله وانا اليه راجعون، وان شاء الله يمكن بكره او بعده بالكثير هنكون في بلدنا القاهره بالجثمان. تمام. يعني امبارح انا كنت بتكلم في موضوع الإجراءات ومسألة أنه يصدر للجثمان تصريح من قبل طبعا الجهات المعنية في لندن، ومسألة التشريح من عدمه. هل في أي تفاصيل في هذا الموضوع؟ والله يا فندم أنا أحب أنقل لحضرتك الصورة، أن سواء السفارة المصرية، القنصلية، القوات المسلحة، كل يبذل أقصى جهد من أجل وصول الجثمان بأقصى سرعة إلى أرض الوطن. تمام. وده طبعا شيء متوقع، يعني مش غريب على كل الجهات اللي حضرتك قلتها. ويعني بنتكلم على شخصية بيعتبر بطل ورمز، والرئيس نفسه أصدر قرار بإطلاق اسمه على ميدان النهضة، وكل مصر بتعزيكم فيه، وكلنا بنتذكره بكل خير وهو يستحق. مساء الخير جميعا، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اخر النهار على شاشه قناه النهار. وكل يوم خميس بيبقى عندنا ملف اجتماعي. النهارده هنطرح سؤال عن ملابس المراه. ليه دايما بيثار جدل حول هذا الموضوع في مجتمعنا؟ وايه هي ترى المعايير اللي المجتمع ممكن يقبلها بالنسبه للبس المراه ومظهرها؟ هل بتختلف من طبقه لطبقه ولا من منطقه لمنطقه؟ يعني مناطق الشعبيه غير المناطق نقول ايه الراقيه، غير المناطق بتاعت يعني المتوسطه، ولا ايه بالظبط؟ يعني الاسئله دي طبعا بنطرحها بعد ما اثير جدل الأيام اللي فاتت حول ملابس المرأة من أول النقاب لغاية المايو. ولحد إمتى هيفضل لبس المرأة مسار جدل في المجتمع؟ لحد إمتى هنقعد نتكلم الست تلبس إيه وما تلبسش إيه؟ هنتظر طبعا مشاركتكم معايا عبر صفحتنا على الفيسبوك ومن خلال الاتصالات التليفونية بعد شوية. بس عندنا مجموعة من الأخبار. هبدأ من استعدادات محافظة الجيزة لتنفيذ القرار الجمهوري بإطلاق اسم الشهيد البطل ساطع النعماني على ميدان النهضة لتخليد اسمه على الميدان اللي شهد أحداث 2013 الإرهابية. معايا من لندن الدكتور سراج النعماني، شقيق العقيد ساطع النعماني. مساء الخير يا فندم،
طبعا بعزيك مرة تانية وبعزي مصر، بنعزي أنفسنا على فقدان البطل طبعا العقيد ساطع النعماني. وممكن تطمننا على مراسم وإجراءات وصول الجثمان لأرض الوطن بإذن الله؟ مساء الخير يا فندم. توضيح بسيط بس، انا مقدم شرطه وليس طبيب، مقدم شرطه سراج النعماني. اهلا وسهلا. وانا لله وانا اليه راجعون، وان شاء الله يمكن بكره او بعده بالكثير هنكون في بلدنا القاهره بالجثمان. تمام. يعني امبارح انا كنت بتكلم في موضوع الاجراءات ومساله انه يصدر للجثمان تصريح من قبل طبعا الجهات المعنيه في لندن، ومساله التشريح من عدمه، هل في اي تفاصيل في هذا الموضوع؟ والله يا فندم انا احب انقل لحضرتك الصوره ان سواء السفاره المصريه، القنصليه، القوات المسلحه، كل يبذل اقصى جهد من اجل وصول الجثمان باقصى سرعه الى ارض الوطن. تمام. وده طبعا شيء متوقع، يعني مش غريب على كل الجهات اللي حضرتك قلتها. و يعني بنتكلم على شخصيه بيعتبر بطل ورمز، والرئيس نفسه اصدر قرار باطلاق اسمه على ميدان النهضه، وكل مصر بتعزيكم فيه، وكلنا بنتذكره بكل خير، وهو يستحق كتير مننا، ونتمنى كمان ان هو يلقى التكريم المناسب في اثناء تشييع الجثمان لدى وصوله باذن الله. والله يا فندم هذا ليس بجديد على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو اب لكل المصريين. انا بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله ترجعوا لنا بالف سلامه. ده كان المقدم سراج النعماني، شقيق العقيد البطل ساطع النعماني رحمه الله عليه. معايا ايضا لمزيد من الحوار حول هذه الشخصيه المرموقه اللي فقدناها بكل اسف وبكل حزن، ولكن سيظل في قلوبنا دائما يعني تفانيه في خدمه وطنه وروحه الطيبه وطيبة قلبه، والناس اللي كانت مقربة منه كانت دايما بتتكلم على هذا الجانب أو البعد الإنساني في حياته. معايا الشاعر عبد الله حسن، وهو كان كتب قصيدة رثاء في العقيد ساطع النعماني وعرضناها امبارح. يا ترى تقدر تقول لنا إيه عن الفقيد البطل أستاذ عبد الله؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، إزاي حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله الحمد لله. اسمح لي اعزي مصر واهم مصر بالشهيد ساطع النعماني، لانه هو اول شهيد، وانا وانا بكتب القصيده يعني تاثرت جدا بالحادثه، وحسيت ان هو حد دايما لما كنت بشوف له لقاءات وكده كنت بحس انه شبهنا، يعني من افراد اسرتي، حد قريبي، حد اعرفه شخصيا. فاللي كتبته عن الشهيد يعني كان نابع من المنطقه دي. ايوه. بس انا عايز اضيف حاجه بس. اتفضل يا فندم اتفضل. انا كنت كاتب في القصيده ان احنا، ان مصر بتقول احنا ما بنزعلش لما يروح شهيد، اسالوا اللي قبله ضحى، واسالوا اللي جاي بعده، واسالوا كل الكنائس والجوامع، مصر باقيه ونورها ساطع. اللي عايز اكلم حضرتك فيه يعني، وارجو انك تسمح لي بيه. طبعا اتفضل. هو الشرطة بتقدم تضحيات كتير تقريبا، يعني احنا شفنا عدد كبير من الشهداء الفترة اللي فاتت، والجيش كذلك. عايز اتكلم ان احنا كمجتمع بقى يعني كمواطنين ايه اللي ممكن نقدمه لمصر؟ يعني مش الدور، محاربة الارهاب مش مقتصر على السلاح او الشق الامني بس، وده اللي انا بتمنى يعني ان وزارة الثقافة يبقى ليها جزء فيه، والقوى الناعمة، واحنا كناس بتمارس فن او القوى الناعمه بشكل عام يبقى لهم دور في الموضوع ده. يعني محاربه الارهاب مش هتخلص في يوم وليله، ومش هيبقى الحل الامني بس. يعني اكيد يا استاذ عبد الله كلامك طبعا منطقي جدا، ويعني الكل مدرك انها حرب شامله بتشترك فيها كل مؤسسات الدوله. واحنا يعني النهارده بنفتكر شخصيه بطل كبير يعني فقد حياته، زي ما كلنا رايحين في نفس الاتجاه، لان طبعا يعني انا لله وانا اليه راجعون،
وهو يعني لم يمهله القدر ان هو يرجع بلده بعد ما كان اجرى الجراحه بنجاح، وكان خلاص بيكلم اسرته على ان هو يعني ساعات قليله وهيبتدي يتجه للطائره. انما هنقول ايه، يعني اختاره المولى سبحانه وتعالى لكي يكون الى جواره، ربنا يرحمه ويحسن اليه. بشكرك جدا على هذه المداخله. ده كان الشاعر عبد الله حسن اللي كتب قصيده رثاء في العقيد ساطع النعماني اللي توفي امس في العاصمه البريطانيه لندن، واللي احنا منتظرين ان شاء الله ان اجراءات ومراسم يعني المستندات الرسميه لكي يتم نقل جثمانه واعادته الى ارض الوطن تمهيدا لتشييعه هنا طبعا في بلده وفي وسط ناسه واسرته وكل الشعب المصري قريبا ان شاء الله، زي ما قال اخوه من شويه يعني نقول في خلال 48 ساعه باذن الله. دلوقتي انا هسيب حضراتكم مع تقرير عملناه عن هذا الشهيد البطل لمراسلنا عبد الرحمن ياسين. بطل من طراز فريد، له من اسمه نصيب، فهو ساطع البطولة والتضحية، العميد الراحل ساطع النعماني. صح يا مصر، صح يا مصر، صح يا مصر. والذي توفى أول أمس في لندن بعد سلسلة عمليات طويلة ومعاناة مع الألم. كان الرجل يعشق تراب هذا الوطن وضحى بدمائه في سبيله، وراح ضحية إجرام تنظيم الإخوان الإرهابي. فبعد ثورة 30 يونيو واعتصام الإخوان في ميداني رابعة والنهضة، كان ساطع آنذاك نائب مأمور قسم بلاء الدكور. ومع اعتداءات الإرهابيين بعد الاعتصام أصيب الرجل برصاصة استقرت في عينه اليسرى وأفقدته البصر. ناس معسلين قصوا الجامعة والأسوار مسعصة وبيضربوا النار، حاسس برجعوا ورجعوا لورا، مش عايز حد يموت، مش عايز حد يتحور. بقيت يعني اطلع جري على كوبري ارجع مصور بناء، واقوم راجع جري على بين السرات او برجع مصور بين السرات. حضرتك متخيل زي السعي في شوف الاطفال زي اخذت الرصاصه في وشي وحصل الخسر. ورغم طول الألم والتداوي لم تفقده البصيرة، فكان دائما يردد خلوا بالكم من مصر، حبه الأول والأبدي. ظلت روحه لسنوات معلقة بين الأمل والرجاء، متمسكة بالأمل في أن يعود لوطنه ولابنه الوحيد، لكن القدر كان له رأي آخر. كل شهيد وكل مصاب قدم لأجل خاطر كلنا يبقى عايشين في امان وسلام، وده تمن كبير صحيح، لكن برضو ان يبقى الشعب المصري 100 مليون في امان وسلام ده جزاء كبير قوي عند المصريين وعند ربنا سبحانه وتعالى. العميد البطل كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حياته، واشاد ببطولته وتضحيته في سبيل الوطن، وكرمه ايضا بعد وفاته بان اطلق اسم ساطع النعماني على ميدان النهضه مكان اصابته، ليترك ساطع خلفه سيره بطل حقيقي من ابطال الشرطه المصريه. يحكى ان اللي كان موجود معانا راح لجنه، بس قبل ما يمشي ساب درس وعلامه، قولوا للنعماني شكرا يا شهيد مليون سلامه. ابن ساطع راح لجنة، يا ولادي احنا ما بنزعلش لما يروح شهيد، ده احنا نفرح. اسألوا اللي قبله ضحوا، واسألوا اللي جاي بعده، واسألوا كتاب التاريخ، اسألوا كل الكنائس والجوامع، امتى كان المصري بتهدوا المواجع، اسألوا بكرة اللي طالع، مصر باقية ونورها ساطع. ربنا يرحمه ويحسن إليه يا رب، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وكل أحبائه، ويلهم أبناء الشعب المصري كله وأجهزة الشرطة طبعا والقوات المسلحة الصبر والسلوان. أروح لموضوع تاني. النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب اللي كانت أعلنت على صفحتها على الفيسبوك ظهور
أورام سرطانية من جديد. الرسالة كان عنوانها للكبار فقط، ووصفت فيها مرض السرطان بالصديق اللي رفض أن يهجر حياتها رغم نجاح رحلة علاجها الأولى. الحقيقة برضو موضوع إنساني جدا جدا، وهي شخصية يعني جميلة جدا جدا النائبة أنيسة حسونة، وربنا معاها وبندعي لها، وإن شاء الله دايما هنقعد دايما ندعي لها إلى أن تمر من هذه الأزمة بسلام بإذن الله. معايا دلوقتي على التليفون للاطمئنان عليها النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب. سيادة النائب مساء الخير، شكرا للمشاركة معنا. أهلا أهلا أستاذ معتز. أهلا بحضرتك. ممكن أنا بشكرك على يعني الكلمات الطيبة. لا شكر على واجب. اتكلمت على سيادة النائبة طبعا ليس حسونة طبعا، وكذلك يعني لا يفتني يمكن أنا بشكر وأشكر البرنامج وقناة النهار على المقدمة اللي هي قدمتوها للبطل النعماني طبعا. يعني إذا سمحت لي باسمي وباسم مجلس النواب يعني بنقدم للشعب المصري خالص العزاء في فقيد الأمة المصرية، والبطل النعماني ادى المثل والقدوة في سبيل الحفاظ على أمن مصر، قدم حياته. صحيح. ولذلك احنا يعني بنرسل التحية من خلالكم. شكرا يا فندم. النقطة الثانية بالنسبة للنائبة أنيسة حسونة، أيوة. الزميلة الفاضلة أنيسة حسونة حقيقة برضو بننتهز هذه الفرصة ندعو لها بالشفاء العاجل. وأنا النهاردة كنت متابع واتصلت وتحدثت مع بنتها، والحمد لله هي خرجت من العناية المركزة، خرجت من غرفة العمليات إلى العناية المركزة، وحقيقة هي أدت المثل والقدوة في الصبر. وكيف يكون يعني عندما تسمع هذا الخبر ويكون عندها من القدرة على العطاء لغاية آخر لحظة، يعني فعلا هي نائبة وطنية بالدرجة الأولى، ودائما وأبدا كانت تقدم المثل والقدوة. فباسم إن شاء الله جميعا وباسمكم ندعو لها بالشفاء العاجل إن شاء الله. بشكر حضرتك على وقتك طبعا وعلى المداخلة معنا في برنامج آخر النهار، ونتمنى لك كل توفيق يا فندم النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب. دلوقتي احنا ممكن نتابع مع بعض تسجيل سابق الحقيقة كانت أدلت فيه النائبة أنيسة حسونة بتصريح عن مرضها اللي وصفته بأن هو صديق رافض أن هو يهجر حياتها على حد تعبيرها. أوجه لحضراتكم رسالة بشأن مرض السرطان اللي كلنا طبعا نخاف منه ونخشاه ونسمع عنه. أنا بقول رسالة النهاردة دي بصفتي الآن إحدى مريضات السرطان، وصلت به جئت بذلك منذ عام تقريبا، وأنا تحت العلاج الحمد لله حاليا. أنا بس عايزة أقول لكل مريض في السرطان، وطبعا انحيازي أيضا للنساء، لكل مريضة يعني تعاني من مرض السرطان، أن الأمل دائما موجود في الله، وموجود في إرادتك وفي معنوياتك المرتفعة للوقوف ضد هذا المرض. إرادتك وحالتك النفسية مسألة مهمة جدا. وكمان بقول للمريضين بمريض السرطان، المريض ده مش بيعاني بس من آلام جسدية، لا هو كمان عنده مشكلة في المشاعر، والحاجة إلى الاهتمام، والحاجة إلى الطمأنة، لأنه أيضا بيعاني من مشاعر نفسية سلبية تخيفه من المستقبل. لكن طول ما ربنا موجود فأملنا في الله موجود، وأملنا في قدرتنا إن شاء الله على المقاومة موجود. دكتورة أنيسة حسونة بنحييكي طبعا، وبنتمنى لك الشفاء العاجل، وبنتمنى ان يعني نقول ايه، ان يسود يعني المنطق ده والروح دي كل مريضي السرطان، ويبقى عندهم الشفافية الكاملة والمصارحة الكاملة والإحساس بان هم ينقلوا شعور معين لمرضى السرطان كنوع من التقرب إلى خدمة المجتمع. ومش غريب عليكي، طول عمرك كنت بتضربي المثل بهذا الدور الحقيقة. يعني على كل حال هنروح لموضوع تاني، موضوع حملة المجلس القومي للمرأة أطلقها تحت شعار حياتك محطات،
ما تخليش محطة توقفك. ده الحملة دي كانت داخل محطات مترو الأنفاق، وده ضمن مشروع لمكافحة العنف ضد المرأة، ولاقت قبولا واسعا ما بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وركاب المترو على حد سواء. معايا دلوقتي للحوار حول هذه الحملة الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة. طبعا برحب بيكي دكتورة رانيا، مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. هو طبعا ما فيش شك ان الحملات دي ممكن تساعد كتير في مسألة، يعني نقول ايه، يعني مش خلق وعي، هو زيادة الوعي بمسألة انه لازم يتحط حد لمسألة العنف ضد المرأة. يا ترى يعني فكرتوا فيها ازاي، وايه اللي دفعكم لاختيار الشعار ده بالذات؟ يعني حضرتك، اللي دفعنا ان احنا عايزين نغير ثقافة المجتمع، والمجلس القومي للمرأة مهتم جدا بده وبالاهتمام بكافة قضايا المرأة. وشايفين ان عندنا قيادة سياسية تدعم دور المرأة، واطلقنا يعني باسم مصر طبعا استراتيجية النهوض للمرأة في عام 2017، ودي استراتيجية مهمة جدا وبنسير وفقا ليها الحقيقة من 2017 لغاية دلوقتي. والحملة اللي موجودة دلوقتي دي اخر حملة اطلقها المجلس من نوفمبر الحالي، يعني بقالها ايام، ولكن الحملة الحمد لله عاملة اثر كبير جدا، لان حضرتك عارف بيرتاد المترو لا يقل عن 2 مليون مواطن يوميا. والحملة هي حملة اعلانية بتدعم يعني اربع قضايا رئيسية للمرأة: التحرش والصحة الإنجابية وكوني منتجة، من الست إزاي إنها تكون دايما منتجة وإنها تكون شريك في قوة العمل في حياتنا المجتمعية، والحاجة الزواج المبكر، إن إحنا إزاي إن إحنا نقضي على الزواج المبكر أو زواج القاصرات، وإن يبقى فيه اهتمام للأب والأم. وطبعا يعني في شعارات للحملة كتيرة جدا إحنا مهتمين بيها، ورسائل للحملة إحنا بندعمها من خلال الصور والشريط اللي بتبقى موجودة على محطات المترو. إحنا بنعرض وحضرتك بتتكلمي دلوقتي، إحنا بنعرض بعض الصور المصاحبة لهذه الحملة، زي مثلا إتجر رأي، عقوبة كده المتحرش اللي يتواصل مع الخط 95 يوم. وإحنا بنشجع طبعا البنات والسيدات اللي بتتعرض لأي حالة من حالات التحرش إنها يبقى عندها القوة في إنها تحرر محضر أو تقدم بلاغ، سواء في الشرطة أو من خلال المجلس القومي للمرأة. إزاي كمان بنكلم الشباب، إزاي بنقول له استجدع شامل استفيك، يعني خلي إن يعني استجدع ما تضيعش حقها، يعني بنكلمه بنوجه له رسائل بالنسبه للست او للمراه اللي موجوده في حياته، ان هو يبقى دايما هو اللي بيخاف عليها، يعني بنحس فيه الرجوله والشهامه ان هي تبقى تعود تاني من جديد عند البعض او القله اللي يعني تغفلوا عن هذه القيمه في حياتنا. تمام، بقول لك يعني ربنا يوفقكم، وان شاء الله يعني دي البدايه، اكيد هيبقى في نتائج لهذه الحملة، هنشوف بقى ونتابع معاكم، وتبقى طبعا نتائج إيجابية بإذن الله. دي حملة توعية مجلس القومي للمرأة اللي بدأها بمترو الأنفاق تحت عنوان حياتك محطات، ما تخليش محطة توقفك، يعني شعار مستمد من خدمة مترو الأنفاق باعتبار أنه الملايين بيرتدوه بشكل يومي. شكرا للدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، وده هينقلنا على طول لأسيوط. كان في رد فعل إيجابي من مؤسسة مصر الخير بتبني أزمة قرية المعدة بشرق أسيوط اللي اتعرضت منازلها للتجريف بسبب تجمع الأمطار. رد الفعل كان بنقل حوالي 300 بطانية و300 كرتونة مواد غذائية و1500 زجاجة مياه إلى معسكر الإيواء. وللحوار حول هذا الموضوع معايا الأستاذ محمد فراج، مدير مكتب مصر الخير بأسيوط. أستاذ محمد، يا ترى تقدر تقول لنا إيه عن مساهمتكم مع أهالي قرية المعد؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. طبعا بتوجه لحضرتك بالشكر والتقدير للبرنامج على إلقاء الضوء على الحدث اللي حصل عندنا في محافظة أسيوط. الحمد لله رب العالمين، مؤسسات مصر الخير يعني وفقنا اليوم في ان احنا كان في تحرك ميداني سريع لبحث الحالات المتضرره بعزبة سعيد بقرية المعبد مركز أسيوط. الحمد لله تم رصد الاحتياجات ما بين اسقف، ما بين ترميم، ما بين إعادة بناء، ما بين مستلزمات منزل، ودي معظمها الحمد لله أنشطة إحنا بنستهدفها في حملة شتاء مؤسسة مصر الخير اللي هي سكن ودفع، ودي إحنا بدأناها قبل حملة يعني قبل بداية الشتاء، وبنستهدف 10,000 منزل تسقيف وتوزيع 100,000 لحم.
برضه في اطار الاغاثه والطوارئ، برضه احنا اتحركنا بالدعم بكراتين مواد غذائيه ومياه وبطاطين، وزعناها على الاسر المتضرره. ويمكن كان النهارده الشيء الايجابي اللي احنا لاحظناه على وجوه الناس كلها ان كان في سعاده، ان في تحرك وفي استجابه سريعه، يعني سواء كان من ناحيه الاعلام او من ناحيه مؤسسات مصر الخير او من ناحيه المؤسسات الاخرى اللي هي مؤسسات المجتمع المدني. وده يعني ادى انطباع طيب لدى الناس ان في حد حاسس بيهم، في حد واقف جنبيهم في الازمه بتاعتهم. اكيد بالاضافه طبعا لتحركات المسؤولين والساده المحافظ في الاستجابه السريعه للاضرار اللي حصلت. حتى احنا كنا النهارده موجودين وكانت برضو يعني المعسكر ونسح المياه كان ماشي بطريقه طيبه جدا، كان في نوع من رضا الناس الحمد لله. الحمد لله، ويعني ربنا يقدركم دايما على فعل الخير، مش غريب على مؤسسه مصر الخير. شكرا للاستاذ محمد فراج مدير مكتب المؤسسه بمحافظه اسيوط. دلوقتي هنتعرف على فتاه اسمها نهال كمال من الاسماعيليه في منتصف العشرينيات، وقررت توزع رسوم ملونه على الجمهور في الشوارع، وهدفها انها ترسم البسمه على الوجوه. الرسم وانا عندي 6 سنين، وابتديت ان انا ارسم بورتريهات من مثلا سن اولى ثانوي. وقفت الرسم فتره الجامعه علشان ما كنتش عارفه اوفق ما بين الدراسه والرسم خالص. وبعد الكليه لا، ابتديت ان انا امارس اكتر، وجات لي فكره ان انا اوزع على الناس رسومات تفرحهم وتخفف ضغوطات الحياه شويه عليهم. فقلت لي انا ما اعملش حاجه تفرح الناس برضو بالحاجه الوحيده اللي انا بعرف اعملها. فرسمت حاجات زي صور صغيره ونزلت وزعتها على الناس في الشارع. اول رسمه انا اديتها لحد بنت في الشارع، فهي كانت رد فعلها لحد ما كان انت مين يعني وايه ده. فعرفتها على نفسي وقلت لها ان انا بعمل كده علشان انا بوزع فرح على الناس. فلما شافت الرسمة كانت مبسوطة بيها جدا، كنت فرحانة جدا برد فعلها أكتر من أي حاجة تانية والله. لما كنت شغالة في الرسمة اللي هنزل أديها لحد ببقى فرحانة جدا إن هي حاجة هتفضل معاها على طول، أو هتبقى مفرحة على طول، مش هتبقى مفرحة لفترة معينة. فده بيديني حافز أكتر إن أنا أعمل الحاجة دي. البوست اللي نهال كانت منزلاه كان البوست اللي هكتب كومنت هنزل اديله صوره. انا متوقعتش ان نهال بتتكلم جد يعني، فعملت الكومنت وفعلا يعني نهال نزلت ادينا الصوره. لا ولما شفت الصوره غيرت من مودي كتير جدا، احنا اصلا كنا قاعدين بنتخانق وحاجات كده، بس لما شفت الصوره لا والالوان حلوه جدا يعني غيرت من المود، خلتنا كده في مود تاني. نهال كمال فتاة الإسماعيلية اللي حاولت تعمل حاجة للمجتمع، فقررت ان هي بموهبتها تضع بسمة على الوجوه، شيء ايجابي جدا وجميل جدا. دلوقتي في استراحة اعلانية. شكرا، الف شكر. النهاردة في ملفنا الاجتماعي بنطرح سؤال، يا ترى لغاية امتى هنقعد نتكلم في المجتمع عن لبس المرأة؟ ده صح، ده غلط، ده معرفش ايه، دي كبيرة على كده، دي معرفش محافظة، دي من طبقة، دي لا دي من طبقة مختلفة، دي من حي، لا دي من حي تاني، دي متشبهة بالغرب، دي متشددة في ملابسها. الله، طب هو آخرة الموضوع ده ايه؟ الموضوع ده بنطرحه النهاردة لان لقيناه ان هو منتشر شوية بالذات على منصات السوشيال ميديا، والناس لسه بتتكلم فيه. ويعني ايه رايكم لو نتناقش فيه باتفاق كده ما بيننا وبين بعض، انه انا الاوان عشان نستقر على هذا الموضوع في المجتمع المصري، ونبطل نطرح الاسئله دي، يعني بدل ما نقعد نجادل كل شويه في موضوع المفروض ان هو يحسم ونرميه ورا ظهرنا بقى ونروح لقدام. على كل حال انا سعيد جدا لان معايا مجموعه جميله جدا
من الضيفات في الاستوديو الإعلامية ميار الببلاوي. منورة. بنورك يا مستاذ، ربنا يخليك. الإعلامية والكاتبة والصديقة الدكتورة رشا كامل. منورة دكتورة باشا. نورك. والإعلامية والكاتبة مروة سعيد. شكرا على قبولك الدعوة. معرفش ايه رأيك يا ميار في اللي انا قلته، احنا هنقعد نتكلم في حكاية الست تلبس ايه ومتلبسش ايه كتير كده، مش كفاية بقى خلاص؟ انا كمان بضم صوتي لصوتك. لحد امتى هنسيب كل التفاصيل وكل القضايا المصرية اللي احنا بنعيشها دلوقتي سواء على المستوى المحلي والمستوى العربي والمستوى الاسلامي حتى على يعني على الاصعدة التلاتة دولت، ونفكر احنا ونبقى فكرنا يضمحل لدرجة ان احنا نقول لبسنا ايه وعملنا نمص ولا ما عملناش، ورضاع الكبير مسائل فقهية ليس لها اي يعني محل من الاعراب. ايه النمص ده؟ لا مؤاخذه، النمص يعني يعملوا الحواجب يلوزه. الحواجب يلوزه. طب دي الحواجب يلوزه وانتوا مفيش لوز عندكم هناك ولا ايه؟ ما كلهم ما شاء الله نومسين والحمد لله عادي. انا النهارده اكتسبت معلومه جديده. رشا، ايه رايك في موضوع يعني اولا يعني مش عايزين نقول ايه بقى الست تلبس اللي على مزاجها، انا عارف ان الست تلبس اللي على مزاجها، بس احنا بنناقش الموضوع ده كتير ليه؟ عشان ما عادش فيه التزام بالعرف والدين زي الاول. في يعني انا اهم حاجه عندي في الموضوع اللبس، حتى لو انا لابسه لبس مش محجبه بس لازم التزم بالدين والعرف والاسلام، ودي مفروض ان هي الامهات زي زمان ما احنا كنا صغيرين امهاتنا بتعلمنا ده. حاليا في الجامعات اغلب اللبس بنطلونات مقطعه، وده مفروض ان ده قوانين صارمه تمنعه. الحاجة التانية بالنسبة للنقاب، عايزة تطلعي قانون من البرلمان يمنع البنطلون الجينز المقطع؟ ما ينفعش الجينز المقطع طبعا في الجامعة. هو مقطع للدرجة؟ هو ممكن مقطع حتة صغيرة. لا يعني مش بالشكل. مبسوطين. بسطوا جدا بالكلمة. طبعا يعني ايه؟ يعني حاجة بسيطة. حتة كده. حتة كده. ما هو ده اللي طيب كويس. هو يعني انت شايفة انه لازم اللبس يبقى محافظ؟ يعني في يعني نوع من الاحترام، يعني ما بقاش بقى خارج مثلا طالبه داخله صدرها مفتوح لحاجات زي كده. انا بعض الاحيان بحاضر في الجامعه في بعض الحاجات مش بتعجبني، يعني بتكلم فيها طبعا. انا مش بتكلم على الجامعه، انا بتكلم على المجتمع بشكل عام. المجتمع بشكل عام في تجاوزات. لا نغفل يا جماعه، لا نغفل. هو المجتمع المصري ديانه واحده، ما في مسلمين وفي مسيحيين. طبعا ده ملوش علاقه وفي 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 سياح اجانب بييجوا. يعني هل النهارده السائحه الاجنبيه لما تيجي تبقى لابسه لبس مفتح شويه كلنا نروح نبص عليها؟ لا طبعا. ما احنا زمان كان كل الناس ماشيه عادي بميكرو جيب من جيب وكده، مش ده الموضوع. معتز، عايز اقول لك ان احنا في الغردقه او في شرم، لا في الغردقه تحديدا طبعا احنا قريبين من الصعيد. يعني تعتبر الغردقه هي صهاج الجديده او انا الجديده. لما بتمشي الاجنبيه، انا صعقت بصراحه المنظر ده مش قادره انساه. ماشيه الاجنبيه بالهوت شورت وحاجه كده قمره ماشيه. ومشيت والله ما حد بص لها من بتوع الحلال، وبعدين ماشيه واحده من عندهم لابسه مش هي سمراء ومش حلوه قوي. يا قمر يا قلبي قلبي فط مني. قلت له طب حاسب على قلبك يا اخويا، انت والاجنبيه مش هتعبرها. والسمره لا، هي بتبقى كلتشر خلاص، ده هتحط في الدماغ وما بيطلعش. تمام. هو عموما يعني الاراء مختلفه جدا بشان هذا الموضوع. عايز اقول لك على حاجه. طب ما احنا في الساحل لما بنشوف كتير ناس حوالينا لابسين مايوهات وشورتات في اماكن معينه زي هاسيندا ومراسي ومارينا، خلاص انت اخذت على كده عينك. بس ده مكان مفيش. لا انا بتكلم بالنسبه أنا لبعض. لا معلش يعني بلاش ناخد المصيف نموذج، انا بتكلم على الحياه الشوارع وبتكلم على يعني الـ من كلامي المصالح الحكوميه، بتكلم على المطار، بتكلم على المجتمع المصري. اللي انا عايزه اقوله، لا هي معنى كلامي مش مقصود المصيف، انا عايزه اقوله ان احنا دلوقتي الحاجه اللي بتحس ان عليها كريتيكال قوي وبتتكلموا فيها بتحلى للناس اكتر. طيب مروه سعيد، انا عكسهم. انا بقول ان الست اتخلقت جميله، هي ربنا خلقها جميله. لو نرجع للثلاثينات، احنا بنقول المجتمع بيبص وبيشوف وكده، لو هنرجع للثلاثينات والاربعينات لحد الستينات، انا والدتي يعني عندي صور ليها ميكرو جيب وكاتو، وبتقول لي كنا بنروح السينما وبنركب ترام وبنمشي في الشارع عادي. انا بقعد استغرب، ماما كنت بتمشي في الشارع عادي؟ كنت بمشي في الشارع عادي، ما كانش حد بيعمل لك اي حاجه؟ لا ما كانش حد بيبص لي حتى.
ممكن تكون الاخلاق من فتره زمنيه لفتره زمنيه الاخلاق عماله شويه تنحضر شويه. انا اسفه جدا من اللفظ كلمه تنحضر دي، بس ده فعلا الواقع اللي احنا بنشوفه. يعني انت والدتك من جيل مختلف، من جيل المصري ما انا فاهم، وكانت بتلبس لبس، تعالي نقول ما اعرفش بقى الخمسينات والستينات، يعني كانت بتلبس لبس يعتبر متحرر لو حبينا نقول اللفظ باللغه العربيه، هو لبس يعني متحرر لحد السبعين. انا ماما يعني مواليد حاجه و60، وما كانش في حد بينتقدها ولا في الشارع، ولا حد بيجرؤ يبص لها بيعاكسها في الشارع نهائيا. ده انا بقول ان هو المجتمع هو اللي عمل كده. المجتمع هو التحرش مش لازم يكون، حتى مش لازم يكون للبنت اللي هي لابسه مش عارف ايه. اصبحت المراه المحجبه هي نفسها بتلاقى موضوع ما بقاش حريه لبس ولا انا حره في لبسي ولا كده. انا مع حريه اللبس تماما، مع اللي تلبس نقاب تلبس، اللي تلبس حجاب تلبس، بحترم كل الفئات وبحترم كل اللبس. بس انا كمان اما اجي البس اللي انا عايزاه ما بقاش وجه انتقاد. طب ايه رايك في كلام الدكتوره رشا لما بتقول لك ان انا مش عاجبني بعض المظاهر في المجتمع زي البنات اللي بيلبسوا بنطلونات مقطعه، قالت لك اللي بيلبسوا حاجات مفتحه، زي مثلا لما بنشوف يعني في دلوقتي موضات كتير، الموضه الناس بتمشي على الموضه بتبقى مبينه جسم المراه. لا، في موضه زي ليدي جاغا، احنا معقول هنقلدها؟ زي واحده جنيور لوبيز، هم ليهم حاجات، ليهم ترقعاتهم، ليهم مجتمعهم اللي البعض فيه بيختلف معاهم فيه. يعني حتى المجتمع الغربي بيختلف تماما، هم بالنسبه لهم دي حريه كمان، هم استثناء. طبعا يعني دلوقتي طبعاً. انت شايفه ان المراه المصريه سواء كانت بنت صغيره او شابه او سيده متزوجه مثلا، يعني متزوجه او غير متزوجه، مش لازم زي ما الجماعه هنا قالوا مش لازم تلبس لبس محافظ، تلبس اللبس اللي هي تقرره، اللي هي عايزاه. مش طب لما بيقولوا يا مروه معلش يعني ان اللبس ده بيثير الفتن، وبنيجي نتكلم في قضيه التحرش يقول لك ما تشوفوا البنات بتلبس ايه قبل ما تحاسبونا، في شباب كتير بيقول كده. دي مشكله الشباب مش مشكله البنت. البنت مش لازم يعني تطلع بخيمه علشان هي ما تتاكل في الشارع. ده لا، ما هو زي ما قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. لا بس بعيدا عن الدين، بعيدا عن الدين على فكره يا ميار، حتى بعيدا عن الدين، ما هو زي تكليف. احنا في مجتمع مسيحي ومسلم زي ما تفضل الاستاذ معتز وقال، من حق كل انسان يلبس زي ما هو عايز. من حق حتى البنت اللي بتلبس مقطع ولا بتلبس كده، صحيح هي بعدت شويه عن انوثتها. يعني انا كمان بتكلم على الانثى، يعني بلبس مفهوم مش بالشكل الاوفر. الاوفر صح بالظبط، يعني بالمعقول. هل صح؟ هل كل الاعتراض دلوقتي على مساله الجينز المقطع هو ده الاعتراض؟ لا انا شفت في الشارع المرأة يا استاذ معتز، بس عايز اعرف يعني في نقطه انا عايزه اتكلم فيها يا جماعه، هي اساس الموضوع دلوقتي. هي الواحده لذاتها سواء اهلها شايفينها مش شايفينها يبقى عندها عفه جسمها، تعف جسمها بس. هو ده اللي انا بتكلم فيه. معاكي جدا يا دكتور. يعني مقطع مش مقطع، انت من نفسك شايفه ان ده اوفر يعني. وكل ام المفروض اي بنت من اولادها او بناتها نازلين هتقول لها لا اقفلي صدرك، لا ما ده طبيعي، ده هتعودنا تربينا كده. يعني كل حاجه انت من نفسك داخليا، ده اللي هو الدين والعرف والتقاليد. كويس، حتى لو هي في موضه يبقى شويه بالمعقول مش اوفر بقى. طيب ايه المشكله لو، خلي بالك انا بحب دايما اتبنى وجهه النظر الغائبه او اللي ربما تكون غائبه، فحد قال لك طب وانت يعني ما انت بتلبسي كذا مثلا، لا حد يقول لك الله ما البس على مزاجي، انتوا ليه عاملينها قضيه؟ ما دي حريه شخصيه. تردي تقولي ايه؟ هي حريه شخصيه بالفعل، ما فيش كلام. بس احنا دلوقتي احنا بنتكلم في ظاهرات التحرش والاغتصاب والناس اللي بتتقتل والناس اللي بتموت. احنا في قضيه لازم نشوف الامن يا جماعه اللي احنا فيه ده امن قومي، نشوف قضايا مصريه. لا لا تشوف يعني لبس البنت، الامن القومي البنت يحافظ على الامن. لا لا يحافظ على الامن طبعا. بص ايوه طبعا. انا هقول لك حاجه، استني يا دكتور هقول لحضرتك على تجربه شخصيه. انا لما جيت لبست الحجاب ما لبستوش من واقع الدين بجد، يعني انا ما كنتش ساعتها تدين، لا انا جات لي حاله كده يمكن كنت قلتها للدكتور مروه واحنا في اوضه الميك اب، قلت لها نظريه الزبال والصالون. ايه هي نظريه الزبال والصالون؟ انا ما اقدرش افتح، مع احترامي طبعا لكل فئات المجتمع، انا ما اقدرش افتح للزبال ويقوم يسيبني كده ويقوم داخل قاعد على سريري او في الانتري او في الصالون السنين اللي انا جايباه ده. ليه؟ لان انا ما سمحتلوش،
وهتضايق جدا. انا وجهه نظري ان جسمي ده غالي عندي جدا، مش هسمح لحد يشوف منه الا انا اسمح له بس. بس انت كده شبهتي كل الرجاله بالزبالين. مش قوي يعني اللي يحللك. لا لا لو بيحللي لو بيحللي انا خلاص ده الشرع ودي تحلله. لكن انا ده وجهه نظري ساعه ما لبست الحجاب. انا وجهه نظري مش من واقع مبدا ديني بحت قد ما هو مبدا غلاوة جسمي عندي، غلاوة كل شبر فيا، مش عايزه يعني جسم المرأة. بس الكلام ده الكلام ده مردود عليه يا جماعه. ما هو ده بقى نفس اللي قالته الدكتور. الكلام ده مردود عليه بانه بيقول لك انه الغوايه او الست اللي ممكن عايزه تلفت نظر الراجل ده ضعف نفسي. مش هتلفته الراجل، مش هتلفته، لا هيغير ولا بيقول لا هيغير. ما تخلونا نكمل كلمتين بقى. الله ايه ده؟ مش ممكن. ما انت جاي في وسط الستات يا مطر. في وسط الستات كل يوم خميس. عايز تتكلم. اللي عايز اقوله مش بس باللبس ده، ممكن جدا واحده تبقى لابسه لبس مظهره محافظ جدا وهي سكسي لون لون انما ايه؟ يا هي سوري بس كلمه جامده اقولها لك. تعرف ان انت جيت للنقطة اللي انا لسه عايزة اقولها لك يا شيخة. بالنقاب بالنقاب على البصة تحت النقاب هتهزر. العيون مش عايزين يا جماعة ناخد موقف من فئات معينة. انا بكلمك بالنقاب او غيره يعني السلوك هو اللي ممكن يحدث الفتنة ولا لا؟ طبعا مش اللي حقيقة. لا مش اللي 100% مش اللي. فما تقعدوش تقولي لي بقى يعني معلش ما يربح احترامي للقصة اللي قلتيها انك مش عايزة حد يبص عليكي. طب ما هو في حد بيبقى لابس محافظ جدا وبيحصل مروة تحرش. بيحصل تحرش بالفعل. بتبقى لابسه نقاب وممكن بيقول لها اي كلمه. التحرش مش لازم ان هو انا اسفه يعني ان هو يعمل اي حاجه. تحرش حتى التحرش اللفظي. لا ما في تحرش. ما هو في كذا تحرش كذا مستوى من مستويات التحرش. في تحرش بالعينين. ده كلها بعينيه يعني. ايه هو شايف ايه عشان يخلو؟ هي وجهه النظر. هو شايف ايه عشان يخلو؟ هل كل واحده متحرره في مظهرها تعتبر معلش انا اسف يعني ما عندهاش اخلاق سيئه السلوك؟ لا خالص. لا لا لا, لا مش شرط. المجتمع اللي الناس اتربت تربيه. طب هرجع لك يعني يا رشا. المجتمع هو اللي ربط ان الست المتحشمه او حشمه المراه هي دي اللي عندها اخلاق. ما تبقى اي بقى ست ماشيه لابسه قصير لابسه مفتوح كده دي ما عندهاش اخلاق. بقوا يقيسوا بالمظهر مش بالجوهر. على العكس ان ممكن ست تكون يعني بتلبس بكامل حريتها و100 راجل يعني. طيب الكلمه اللي احنا بنقولها 100 راجل. طيب رشا اتفضلي. انا شايفه ان في بعض الناس بتكون اتربت تربيه معينه في بلاد اوروبيه في بلاد مش مصريه شافت الانطباع ده عادي ان هي ممكن تلبس حاجه قصيره حاجه مش كده. الاخلاق اللي انا بتكلم عليه من اول ما انا جيت اللي انا بتكلم عليه ان احنا لازم نعف جسمنا ونربي اولادنا على كده. على بس أيوة. الموضوع ده مرتبط مش عريان. مرتبط بالفئه العمريه ولا جميع الفئات؟ انا دلوقتي انا لو انا نازله حد معايا طب انا ممكن ابقى لابسه مفتوح حد شايفني زي زمان واحنا صغيرين في ثانوي. كان في بعض البنات بتجيب حاجات في شنطتها بتغير لبسها وهي خارجه صح؟ اعتقد المدارس لحد دلوقتي على فكره ده حقيقه. هي مبداها كده زي الدكتور جيكل ومستر هايد عندها شخصيتين. لا لكن البنات مش محتاجين يعملوا كده دلوقتي خلاص. بس لا في بيحصل. هيحصل ليه؟ هي اوريدي نازله مقطعه ومهربده وحالتها صعبه. لا وقدام كده ثواني بس يا جماعه وقدام السلطه الابويه اللي تراجع. عندنا بنات قاعدين في زي القمر ما شاء الله زي القمر هم ولا هي مقطعه زي الشتا يا معتز. الشتا هو اللي عامل كده. الشتا حضرتك الشتا يعني نعمل البرنامج ده في الصيف بس القضيه دي نعيشها في الصيف بس ماشي. اوكي تعالوا نشوف راي. احنا الحقيقه استطلعنا اراء بعض الناس من ضمنهم المحامي الدكتور ايمن عطله. الحقيقة القانون المصري لم يتعرض لأي مواد قانونية تنظم عملية لبس المرأة أو الرجل، ولكن الدستور المصري إدى المرأة والرجل أو المواطن المصري بشكل عام حرية أن يكون عنده حرية في مأكله في ملبسه في سفره في تحركه دون أي قيود. لكن القوانين مصادرها القانون مصدره الشريعة الإسلامية أو التشريع اللي بيصدر عن مجلس النواب أو العرف. دي مصادر القانون. الأعراف المصرية المتعارف عليها وأعرافنا الشرقية تمنع المرأة من لبس معين. لو المرأة ارتدته في الشارع فبالتالي تبقى خالفت الأعراف. لكن في بعض الجامعات وبعض الأماكن الحكومية في لوائح داخلية تنظيمية
هي اللي بتنظم عملية اللبس للأعضاء، يعني طلابها إذا كان جامعات أو أعضاء إذا كان شركات أو مؤسسات حكومية. في جامعة بتمنع دخول البنات أو الأولاد كمان الصبيان بالبنطلون الموظق اللي هو طالع موضة دلوقتي. في جامعات كتيرة جدا منعت الأولاد باستخدام هذا أو بارتداء هذا الزي. لكن هل يا ترى لبس المرأة يساهم في عملية التحرش أو يعتبر جزء من تحريك هذه الجريمة؟ أنا القانون المصري ما قالش كده، لأن كل واحد يلبس اللي هو عايزه وهو حر في لبسه. انتقاده هنا انتقاد مجتمعي وليس انتقاد قانوني. لكن ما ينفعش برضو ان شخص يلبس مايو او مرأة تلبس مايو في الشارع، لان ده يعتبر هنا بقى دخل في جريمة تانية اللي هي تحرير على الفسق والفجور. ما ينفعش مثلا شخص يمشي في الشارع لابس شورت مثلا وده ليه مكانه، ليه حمام السباحة، ليه البلاج، ليه الاماكن دي. كلام الدكتور أيمن عطالله متهيألي كلام منطقي جدا، بيقول لك إن القانون لو هنيجي للقانون لا ينص على إنه لازم المرأة أو الرجل يبقى فيه كود معين لللبس، إنما قال لك فيه أعراف وفيه مجتمع وما ينفعش الست تلبس مش عارف إيه ولا الرجل. طب مهم جدا، تفتكري يا أستاذة ميار إنه مسألة العمر، يعني هل أنت تتسامحي مع بنوتة صغيرة ولا تتسامحي مع ست سيدة متزوجة أو مثلا تيتا جدة إنها تلبس شوية متدلع؟ بالعكس، أنا بحب إن الواحد يعيش عمره ويستمتع بعمره جدا طبعا في حدود وبما يرضي الله. يعني بس البنت الصغيرة خلينا نقول إن الشباب ليه فوران، ليه نوع من أنواع الاندفاع، فهي لسه هما. انا دايما بسال البنت الصغيره لما كنا بنحاول ان احنا نعمل رقائق ونكلم الشباب الصغير عشان نقنعهم، او يعني ما كنا بنقنعهم بالحجاب، بقول لها يا حبيبتي انت دلوقتي عارفه عربيه البطيخ؟ تقولي ايه عربيه البطيخ؟ اقول لها الراجل اللي بيحط عربيه البطيخ ده كل بطيخ مقفول وتمام، لكن بيحط شقه بطيخ فوق كده حمراء ومرمله وجميله، هل انت ممكن تروحي تشتري شقه البطيخ دي؟ تقولي لا. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان مكشوفه ومرميه في الشارع خلاص، رغم ان هي متاكده ان هي حمراء. فكنت بقنعها بالطريقه دي، ان الستر ان ربنا ما بيغطي كل حاجه تمام. ده طريقه حوارنا مع البنات الصغيرين، بدخل لها من السكه دي، بدخل لها بنزل لمستواها العقلي عشان اقدر اقنعها. انما الست الكبيره، انا عايز اقول لك يا معتز، انتوا بتقولوا دلوقتي على جزئيه هامه جدا، ان احنا مجتمع مختلط فيه المسيحيين وفيه المسلمين. انت بتلاقي اللي هي اختي في الله او اختي في الوطن المسيحيه اللي هي فوق ال 40 او 50، بتلاقيها اول ما بتكبر شويه بتحط طرحه، بترمي طرحه عليها كده. ده عرف وتقاليد المجتمع حطت لنا ان الست الكبيره ليها نوع من انواع الوقار. نوع الوقار دوت ان هي ما تبقاش متبرجه قوي، لكن تشوف بقى بره في اوروبا تلاقيهم عايشين ومش حاسين بسنهم. عشان كده احنا بنتبل بدري، ستاتنا بيتبلوا بدري، وده برضو من تحت تأثير ان احنا بنحكم على الناس باللبس. لا، انا مع ان الست مهما في اي مرحلة عمرية تعيش عمرها تلبس الوان اللي هي عايزاها بما لا يضر الناس ولا يضر النظر. كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. لا، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك. مين قالك انه بيضر حد؟ ده خد بقى مبسوطين جدا جدا كده. هذا مروه، ايه رايك في الكلام ده؟ انا بقول قالت لك نظريه البطيخ. انا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ده بعيده يعني. احنا اتولدنا مش متغطيين، بس ربنا خلق الفاكهه متغطيه، ما تشبهناش بالبطيخ. كل اتولدنا كل بحريه، احنا اتولدنا يعني انت نازله مغلفه؟ لا، كل ما هو مؤنث مغطى. انت نازله محجبه؟ طب تمشي كده بقى زي انسان الغاب، لا امشي بقى زي الغاب. اذا في فرق ما بين المراه والبطيخ. طبعا انا بعترض. المراه والبطيخ تشبيه ليه؟ مش تمام. ما تشبهنيش لو سمحتي بالبطيخ، شبهيني بحاجه ثانيه. بشبهك بشقه صغنطوطه. لا، انا ليا وجهه نظر ثانيه. اتفضلي يا دكتوره. انا ليا وجهه نظر ان كل واحده لازم ما تعيش في دور الاكتئاب وانها كبرت وانها عجزت. يعني احنا ممكن كلنا ما يبانش علينا سننا، في حين احنا اولادنا كبار. ليه؟ هم من القلب، من جوه القلب، من جوه بينعكس على بره. الجانب برضو في نفس الوقت مش هروح بقى عشان خاطر انا، يعني انا اللي في سني بشوفهم ناس يبانوا عندهم بتاع 70 سنه. بس ده مش موضوعي، انا بتكلم على اللبس. ما انا اللبس هجيلك انا اهو. اللبس هل تتسامحي مع بنت صغيره؟ انا بجيلك ستيبس دلوقتي. في بعد كده بقى بتخش في المرحله دي بتهيألها انها بقت بقى عشرينيه،
تبدا تلبس بقى المفتح والاكتاف مش عارفه ايه. دي بعض الناس بتبقى عندها مشكله نفسيه. دي بعض الفئات من المجتمع موجوده بس مش كتير مش منتشره. اوكي هنخش بقى في الناس اللي هم اللي عامه الشعب الناس اللي هم الشعبيين يقول لك خلاص بقى كبرت من اولادي بقى طولي. تبتدي مرحله الاكتئاب. تخش بقى في ايه في هدم البيت من كل حاجه كله مكتئب الاولاد مكتئبه هي مش طايقه نفسها اللبس مش عارفه ايه الست اللي هي ممكن تلبس عبايه في الشارع عبايه سودة عبايه سودة ممكن بتبقى ماشيه في مكانها بتصير الفتنه هي لابسه عبايه سودة العبايه بتصير اكتر بكتير من الكاجوال يعني كل اللي لخص كل اللي احنا بنسالوه انا يا جماعه طب يا جماعه انا عايز اسال سؤال ليه دايما بنقول ان الست هي اللي بتثير الفتنه طبعا يعني بالنظرة ليه الراجل ما يغضش كلمة. بصره هو ده الآية بقى هو دي بقى دي مشكلة اللي أنا عايزة أسألها هو ده بقى ليه هو ده وبعدين افرضي إن في راجل ماشي في مكان وهو يعني برضه راجل حلو وجميل طب هنحط له برضه قواعد يلبس ايه؟ ما يبقى محترم نفسه لا يعني لو انت بتتكلمي على مساواة ما بين المرأة والرجل يبقى زي ما بنتكلم على ملبس المرأة ما تيجي نتكلم على ملبس الرجل طيب هقول لك على حاجه هو فاكره هو هيلبس ايه مظبوط يا استاذه ماهر ولا لا ايوه ماشي بس هو الراجل عنده فتنه لا 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 الراجل الراجل فتنته في تفاصيل صغيره لا لا لكن الراجل لا عنده لا لا ازاي بيبقى في راجل عنده عضلات الراجل عادي ماشي في فتنه فيه الراجل ايه الراجل ليه عامل اساسي على فكره للفتنه للست الراجل ليه عامل اساسي للفتنه للست وبعض الناس اللي هم يعني صيع قوي يعني بيعرف كويس جدا ازاي يجيب الست ويعرف ازاي خليني بقى نتكلم في الحته دي لانها حته مهمه جدا بس مش باللبس بعد الفاصل نتكلم في مساله المساواه في مساله اثاره الفتنه هل الست بتثير الفتنه حتى لو هي لابسه عبايه طب ازاي وهل هي لو هي لابسه عبايه بس بتثير الفتنه نقول يا سلام دي ست مظبوطه قوي دي ماشيه مع الاعراف والتقاليد الراجل بصراحه ما يعبوش الا جيبه اشوفكم بعد الفاصل هذا البرنامج برعاية بفضل ربنا ثم تبرعاتكم جمعية الأرمان قدرت تجوز أكتر من 55 ألف بنت يتيمة في الصعيد شفتوا تبرعاتكم عملت إيه؟ شفتوا فلوسكم راحت فين؟ ساهم وتبرع لكفالة وستر وجواز بنت يتيمة في مشروع أكفل قرية فقيرة في الصعيد ادفع اللي تقدر عليه دلوقتي وفرحهم جمعية الأرمان اتصل ب 19455 يصلك مندوبنا لحد باب البيت لولا أنتم ما كنت أنا ورا كل نجاح رحلة كفاح وناس وقفت ورانا ووثقت فينا هم دول أصحاب الفضل علينا عشان كده في العربي هنقدم لك هدايا من منتجاتنا حسب قيمة مشترياتك وممكن تكسب معانا وترجع لك فلوسك كاش اسأل عن مندوب العربي واستلم هديتك لولا ثقة 100 مليون مصري ما كنا هنا العربي صناع الثقة Nous étions deux étrangers soudain tournés en amont كامي باتورها الفرنسية الجديدة كل لحظة معاكي ما تتنسيش ادكس 2018 Centre égyptien de l'exhibition internationale. Dans la période de 3 à 5 décembre 2018. EDEX 2018. مصر بلد ال 100 مليون مصري. ناس طيبين، بسطة وقريبين لبعض. عايشين اليوم بيومه على أمل إن بكرة يبقى أحسن. بس في ناس والعياذ بالله ما يفرقش معاهم لا ضمير ولا ناس ولا بلد الراجل اللي جوه ده فاكر ان احنا هنعمل له عمليه ازاي ده انت طبعا فاهم الباقي هسلم الامانه لمين انت من امتى بتسال هنديله قرشين يعيش بيهم ويبقى عملنا معاه جميله انجز ما
أنه دكتور اللي مريض يستأمنه على صحته يوم يسرق كليته ويقول عملنا له جميلة، وأنه أخلاق تسمح له بكده. يا دكتور بص في المراية وشوف ضميرك لما راح وصلك لحد فين. بلدنا صحيح فيها 100 مليون بس ما هيش سايبة الناس اللي لا يفرق معاها فقير يزيد فقره ولا تعبان يزيد تعبه. لازم تعرف ان ربنا زي ما سترهم برضه هيكشف سترهم وغشهم، فسادهم عمره بقى قصير عشان مصر فيها 100 مليون جدع. لو بصينا في المراية هي دي الحكاية. لاكس بزيت الزهور أكتر من مجرد بشرة ناعمة، عطر قوي يدوم طول اليوم تديني الثقة أعبر عن نفسي أكتر. أنا أكتر من مجرد وش جميل، أنا أكتر عشان عايز أنجح، أنا أكتر عشان عندي طموح. رحبوا بخبيرة الأزياء السنة. أنا أكتر لأني واثقة إني أقدر أبقى تحت الأضواء. لكس، جمالك وأكتر. المطرة كانت بتنزل وبجري علشان خاطر أغطي العيال. الشتاء هنا صعب صعب. أول مرة ما نخافش من دخلة الشتاء، أول مرة نفرح من سنة. فرحتنا ما تتعوضش بالسقف والبيت والدفء. ولسه تحت كل سقف حكاية، وهدفنا كل يوم بزكاتكم وتبرعاتكم تسقيف 100 بيت وتوزيع 1000 لحاف قبل دخول الشتاء عشان نوصل الدفء لكل حتة في مصر. اتبرع بسهم في تسقيف بيت ب 500 جنيه أو لحاف ب 150 جنيه. اتصل على 16140 يصلك مندوبنا. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. يسرني هنا أن أؤكد لكم بالغ سعادتي بالزخم الكبير الذي اكتسبته العلاقات المصرية التونسية على مدار الأعوام الأربعة الماضية والإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات. لقاء مع الحكومة الرئيس يعكس حجم العلاقة القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. لسه بنتكلم وبنطرح سؤال النهارده، متى ينتهي الجدل حول ملابس المرأة في المجتمع؟ بقدم ضيوفي مرة تانية الإعلامية ميار الببلاوي، الإعلامية والكاتبة الدكتورة رشا كامل، الإعلامية والكاتبة مروة سعيد. أهلا وسهلا بكم جميعا. طيب تعالوا نشوف رأي الإعلامية والكاتبة سالي عاطف، اتفضل. أنا مع حرية اللبس جدا للست، بس زي ما بنقول إن لكل مقام المقال، وزي ما كل مناسبة لازم نقول فيها حاجات معينة. أنا شايفة إن كل برضو مناسبة ليها لبسها، يعني ما ينفعش أروح الجامعة ببنطلون مقطع، يعني ده لا يليق. ما ينفعش أروح الشغل بجينز، لازم ألبس فورمال، لازم ألبس للمناسبة اللي تليق بالحدث وفق المجتمع اللي احنا فيه بيكفل لها حرية طبعا الى حد ما. فبالتالي البسي براحتك، بس في نفس الوقت التزمي بالاطار المجتمعي. انت في مجتمع شرقي، مجتمع اسلامي، ما ينفعش تاخدي كل الموضه وتمشي وراها من غير عقل. انا شايفه ان الراجل اللي بيبني فكره على مجرد ان هو يبص للبنت يشوفها لابسه ايه، اولا الراجل ده فاضي من جوه، يعني ما عندوش افكار ولا عنده ثقافه ولا بيقرا ولا اي حاجه. ان ببساطة جدا انا ممكن اكون لابسه محتشم قوي قوي قوي، بس في نفس الوقت انا مش ملتزمه، والعكس صحيح. يعني ممكن اكون انا لابسه براحتي وعلى الموضه، بس في نفس الوقت ملتزمه بالاطار الديني والاجتماعي والاخلاقي اللي انا اتربيت عليه. انا نفسي المفروض الطفل او مرحله النشاه اربيه ان هو مش يحكم على الست بلبسها، لا بالعكس، انت هتكلم معاها، خليك منفتح على المجتمع. احنا دلوقتي مجتمع شرقي بس متحضر. دي
دي كانت الكاتبة الصحفية سالي عاطف رئيس تحرير جريدة الصباح، قالت كلام مهم جدا لكل مقام مقال. دكتورة رشا نعم، ايه رأيك في كلام استاذة سالي؟ اشمعنى انا؟ لانها اتكلمت على مسألة انك انت تشوف انت رايحة فين، الجامعة غير المكتب غير يعني مثلا انا بلاحظ، وما تزعلوش مني يعني، انه في افورة شوية في اللبس بتاع الافراح. صح يعني، وبعدين الامهات بتقعد تطلب من البنات يعني هم يفوروا اكتر، ترجع بعريقه مش بكده خالص، ويرقصوا كده مفهوم خاطئ تماما، ولما بيلبسوا حاجه حشمه بتقول لها لا خليها اضيق سنه مش بالعري خالص، عشان يجي لها عريس، ولما بتفضل قاعده على الترابيزه وبالذات بعد البوفيه بتقول لها اتدحلحي روحي الحمام وتعالي مش عريس، كل ده ليه؟ تجيب عريس بس ده غلط. هو والافراح هو المكان الرسمي لاصطياد العريس، انت ما تعرفش ولا ايه؟ لا انا بعين الراجل الذكي، عشان كده ما بروحش افراح. لا الراجل الذكي يروح في العزاء بيشوف على الطبيعه، ما عارف عايزه اقول عايزه اقول لك على حاجه. ايوه بيشوف، عايزه اتكلم في حاجه مهمه جدا. اتفضلي. الجمال الجاذبيه لا باللبس ولا بالعري نهائي، بالكاركتر، بالروح، متصالحة مع نفسك، حبة الحياة، دي أكتر نقطة تجذب حد ليكي. ما هو العريس ما عندوش وقت، ما هو ما درسش كل الكلام ده، هو في الأول له إيه؟ لا له النظرة الأولى. لا هجيبها شكلها وحش يعني ما تتشافش خالص، لا طبعا أكيد حلوة يعني مقبولة يعني إيه، بس بيزيد ده أضعاف الكاركتر، الكاريزما. ما كاريزما وكاركتر ده مش هيبانوا بسرعه كده يا دكتور، يعني بقى هقول لك مش للدرجه دي يعني بسرعة. بالعري مثلا تبقى ايدها كده دلوقتي؟ لا طبعا لا بصي بقى تجاوبيني. لا انا بقول لا بالعكس، انا بشوف شباب نحسبهم على خير بصراحه انه بيبقى داخل للفرح، لا يعني لو لقى الاهدى اللي قاعده اهدى واللي لابسه اشيك ومتغطيه، والله هي دي اللي بتفرح. نمبر 1 يا ميار الجمال عليه عامل برضه، لكن اللي بتقلع عليه عامل برضه ما بيختارش. نمبر 1 انا ابني مش هيختار واحده بالطريقه دي، وانا شرط عليه ان انا شرط عليه دي مظبوطه قوي. طبعا انت ده بحاله القطه، امال عندي غير المعتز هو واحد بس، ربنا يخليهولك يا رب يخليك. انا قايله له كده، انا الحقيقه بحب الافراح جدا جدا، مش عشان الموضوع ده خالص، عشان البوفيه طبعا، اكل اروح. احنا مش هنضحك على بعض، اساس اي حاجه بتشد الانتباه الجمال. اوكي درجات، بس الجمال ده ممكن في ثانيه، مجرد بعد ما هيتقابل معاها بقى وشافها، هنقول شافها وقعد معاها، ممكن يروح الجمال ده في ثانيه. مجرد انه يتكلم معاها، طريقتها، اسلوبها، الكاريزما بتاعتها، الحضور طبعا، ده يا جماعه دي نعمه من عند ربنا. وهي ممكن تقويها وتقومها، مش بالعري بقى، بالثقافه، بالمذاكره، وان يبقى معاها شهاده كبيره، بانها تحافظ على التمارين الرياضيه وتروح الجيم وبطل الكسل والانتخى في السرير والفيسبوك والكلام ده، واكل النشويات، اكل النشويات صح، والتيك اواي وحكايه الجيم دي. بس عايز اقول لك على حاجه، تعالي نقول كلام ايجابي شويه. الجيل الجديد بصراحه يا رشا، انا ملاحظ انه حتى البنات مهتمين جدا بموضوع الجيم ده. انا مبسوط قوي، الاجيال الجديده الحقيقه وكده. انا ميار معجبه بيكم يا جماعه، انا قاعده وانتوا مفيش تشجيع خالص. ايه رايك يا مروه؟ ايه رايك في كلام سالي عاطف؟ حد يقول لهم حاجه ايجابيه، لان هم قاعدين والله بيقول عليهم ما شاء الله مكبوتين ومحبطين مش عارف ليه. اقول لهم ان هم مزز، حاجه حلوه مزز قاعدين ما شاء الله عليهم ما شاء الله. ايه رايك في كلام سالي عاطف؟ سالي قالت على كل مقام ما ينفعش في كل حته تلبسي، يعني لازم يبقى الواحد عنده مفهومية. انا بقى عندي تعقيب على الجينز. الجينز انا نفسي امسك اللي اخترع الجينز ده ويتعدم، يعني هو اكيد مات بس انا نفسي يرجع تاني عشان اعدمه بصراحه. انا ما بحبش الست دي، اكتر حاجه بتتلبس في العالم كله، ما بحبهوش يعني، هو بيضيع ملامح الانثى. هو حلو وسكسي وكده، بس هو خلى البنات تعتمد قوي عليه. احنا نسينا الفساتين ونسينا، انا عن نفسي انا كمروه بحب الفساتين، بلبس جينز بس عارفه مش اللي هو بحبه، مش المفضل بالنسبه لي. يعني عندي المرتبه الاولى الفساتين، لا والثانيه ممكن جوب مثلا، جوبات سكرتات كده، يعني لان انا اتخلقت انثى، مش هلبس جينز اضيع معالم. الجيل الجديد بقى
مهتم بنفسه جدا يعني ما شاء الله عليهم، ده من خلال السوشيال ميديا بيشوفوا نجوم كتير، كل اكيد كل واحده في البنات عندها نجمه مفضله بالنسبه لها، هي عايزه متاثره بيها نجمه جوه مصر وبره مصر وفي العالم العربي كله طبعًا، كل حاجه متاثره بيها، عايزه تبقى زيها، عايزه تبقى زي جسمها، عايزه تبقى السوشيال ميديا قربت وفتحت الدماغ وما شاء الله الجيل الجديد ده كله انا معجبه بيه جدا. بس ايه الفايده معلش يعني طالما قلتي السوشيال ميديا وقلتي ان ممكن يكون الاجيال الجديده منبهره بنجمات عالميات، ايه الفايده ان انا انبهر بمظهر ما ينفعش ان انا اطبقه جوه مجتمعي؟ من ناحيه ثقافتهم مختلفة، اللبس فظ او كده او ثقافتهم مختلفة يعني الثقافة يعني لا هو بص اقول لحضرتك، طالما البنت متربيه كويس قوي جوه بيتها طلعها عايشها بره زي ما انت عايز، عمرها ما تتاثر بره، ممكن تاخد انا بتكلم على انها يبقى عندها طموح انها تقلد مثلا انت قلتي من شويه ليدي جاجا قلتي لا ليدي جاجا انا عمري ما قلدها، والبنات برضو اكيد زي يعني مش هقلدها بلاش ليدي جاجا انتوا جيتوا على دي خلاص اليسا نانسي عجرم ما اعرفش مين يعني فاهمه ازاي، مش لازم ممكن حد في العالم العربي برضه هيقول لك لا يتناسب مع المجتمع بتاعنا لان احنا مجتمع محافظ. ليه ماشي؟ في مهرجان الجونه انا هسالك سؤال يا معلم، وليه ماشي؟ مهرجان الجونه كله قلد الستايل الاوروبي وكله كان عري غير طبيعي بالنسبه للمجتمع، انا ما كانش عاجبني نهائي خالص ولا انا نهائي لان اوفر تو ماتش، مش كلهم يعني. مش كلهم يا رشا بس بنسبه 80% فيهم يعني حاجه يعني غير طبيعيه، في ايه هم فنانات برضه بزياده، لا 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 فنانات ده مرفوع عليهم القلم مش هيتحسن هيتحسن. عايزه اقول لك ان اكتر واحده لفتت النظر وهم عارفينها مش هقول اسمها كانت لابسه مقفول تماما جدا وكانت في منتهى الشكل، مين بقى يا ميار طالما انت دخلت كده داخل على لا انا هقول لك لسه مقفول تماما، مصر كلها اتكلمت عشانها بصراحه كانت قوي مش عارفه اللي متجوزه جديد طبعا علينا بقى مش هنقدر نجيب السيره لبسه ايه كانت لسه مقفول تماما مقفول وكانت مقفول وده لبس مهرجانات ده هو احنا هنقلب هو الوسط المهرجان دي على السينما المفروض ان هو حفله سواريه هتروح لهم يعني لا مقفوله قوي يعني الوسط دايما حلو لا الثقات اللي كانت باينه دي كانت شيء مستفز. بص يا استاذ معتز معلش انا ما رحتش المهرجان فعشان كده مش قادر احكم ماشي احنا شفنا على السوشيال ميديا كلنا طبعا، بس انا عايز اقول لك في حاجه اسمها الاغتراب الثقافي، الاغتراب الثقافي ده مجتاحنا دلوقتي بنسبه 88% مش عايزه اقول 100% لان في لكل قاعده استثناء. ايه الاغتراب الثقافي؟ انا باخد باكج كده من بره واطبقه على حياتي في لبسي في تصرفاتي في حاجه مش عارفه بيغنوها كده على حاجه ميوزيكالي ولا مش عارفه ايه، تلاقي البنت قلعه جدا وبتغني مع اغنيه، طب انت بتقلد حد مطرب بره او مطربه شفتها بتعمل كده في السناب يا حبيبتي انت بتعملي ايه وكتير لايكات وكتير كومنتات دي ليه اغنيه كيكي؟ لا غير كيكي لا في اغاني تانية حاجات كتير ده بيعملوا انا معلوماتي وصلت لكيكي لا ده بعد دلوقتي بتقعد ما بعد الكيكي في تعدد وخلاص وكل مقام المقال دي انتهت بالنسبه للجيل الجديد. يبقى بتتكلمي عن التيك توك بقى حاجه زي التيك توك انا مش عارفه يا معتز انا مش بشوف الحاجات دي طب وانا مالي مال الكلام ده، انا بتكلم على اللبس جوه المجتمع المصري جبتي لي كيكي ليه؟ لكل مقام المقال ده صحيح مقال طيب اهم شيء ما اطلعش انا على السوشيال ميديا عريانه يعني تماما ولابسه حاجات غريبه ولا تتناسب مع المجتمع ولا مع الدين ولا مع العرف ولا مع التقاليد. يعني ايه عريانه ممكن افهم؟ البنات بيطلعوا يا معتز سوري يعني بطنهم باينه لابسين يعني حاجات غريبه جدا يعني اشبه بملابس النوم، وتقول لك انا طالعه من ميوزيكلي، ميوزيكلي ايه ومصريه وشكلها يعني من شبرا واخوه عليه حكم مش ايه ده ايه ده مهر ده مهر بتهزر واخوها عليه حكم كمان عليه حكم انا بقعد اتجنن انا بقعد اقول لابني ما تبصش يا ابني دي ايه ده ايه ده ايه ده انت فاكر المحجبات على فكره يا جماعه بتوع شبرا كلهم فوق راسهم اوعى حد يزعل من المهر دي قلبها طيب جدا جدا اجدع الناس بتوع شبرا اه والله اجدع الناس طبعا يا نهار ابيض والنبي مشي الجماعه بتوع شبرا بيشتغلوا معانا هنا على بال بس ما نخلي مهر انت خارجه بقى مش عايزه اقول لك دلوقتي هسمع محمد ممكن هسمع راي الاعلاميه فيروز نبيل ونرجع للحوار. كل بنت مصرية تعيش حياتها
بالستايل اللي هي شايفاه يناسبها ويناسب المجتمع اللي هي عايشه فيه ويناسب البيئه المحيطه اللي هي عايشه فيها. في بنت ممكن تكون عايشه في حي شعبي فهي هتبقى عارفه طبيعه اللبس اللي ممكن تنزل بيه من غير ما حد يضايقها او المتعارف عليه في منطقتها ايه. بس نقدر احنا بقى دور الاعلام، دور التربيه والتعليم، دور الاسره، نوجه كل بنت تلبس ايه فين. هي دي المشكله، يعني اعرف انا رايحه فين وايه اللبس المناسب للمنطقه دي او للمكان ده. يعني اكيد لو انا رايحه اوتيل خمس نجوم او رايحه ايفنت كبير زي ما رايحه نادي مثلا، زي ما همشي في شارع، زي ما رايحه منطقه شعبيه، زي ما بنقول كده بالعاميه يعني لكل مقام المقال. الشخص او الراجل اللي بيحكم على الست من مظهرها هو شخص ما عندوش الوعي الكافي انه يقدر يحكم على الاخرين بالشكل الصح، اتربى بطريقه غلط من البدايه، دي هتعمله مشكله طول حياته، حتى مع زوجته بعد كده، مع بناته بعد كده هيفضل يعاني مع اي شخصيه ممكن تكون كويسه جدا قابلها وخسرها لمجرد انه حكم عليها او ادى حكم على المظهر دون المعامله. وده خطا كبير جدا بيقع فيه الراجل الشرقي او المصري. احنا لو رجعنا شويه كده بالزمن لورا، فاكر الناس كانت بتلبس ايه؟ ميكروجيب. كان اهالينا كلهم بيلبسوا كده، لا كنا بنسمع عن تحرش ولا كان حد بيبصوا على حد بصه مش لطيفه، بالعكس الشباب كانوا بيحموا البنات بيعتبروهم اخواتهم، كل شاب في منطقه بيعتبر البنت دي من عيلته. دلوقتي يمكن انتشر الحجاب واللبس وكلنا بنلبس لبس معقول يعني، وشايفين مهازل. اذا المشكله فين؟ مش في البنت ومش في طريقه اللبس. دي كانت الإعلامية فيروز نبيل، بنشكرها طبعا. يا ترى رأيكم إيه في كلامها؟ مروة اتفضلي. أنا بصراحة أثرت فيها قوي في الجملة اللي قالت إن في بينفصلوا بسبب اللبس ده. دي أنا شفت حالات كتيرة جدا للأسف، هو بيتعرف عليها وعارف إن هي بنت فري وبتلبس اللي هي عايزاه وكده وبيرتبط بيها، وأول بعد أول شهر جواز يبتدي إزاي نازلة كده؟ لا ما ينفعش كده. لا في بقى كلمه بتتقال دايما بالنسبه للراجل المصري او الشرقي، البسي اللي انت عايزاه وانت معايا. ده شيزوفرينيا دي ولا ايه ده؟ هو وجهه نظري عشان يقدر لا ازاي؟ طيب ازاي يعني انت موافق بقى؟ يعني الموضوع مش موضوع لبس، الموضوع بقى موضوع ان انت معايا اخرج معاك يا ريانا بس اخرج من غيرك كده. الجواز اللي يبوظ علشان مظهر المرأة بعد ما يحصل الجواز ده معناها بالنسبه لي انا انه ما حصلش مصارحه حقيقيه واختبار حقيقي للجماعه دول في اثناء فتره الخطوبه. ده للاسف الناس دول كانوا بيمثلوا على بعض، بيمثلوا على بعض، وهو قاعد يستدرج بقى لحد يقول لك ايه بعد الجواز هعمل اللي انا عايزه، وبعدين يطلقها بسبب مظهرها. والله العظيم بتحصل اكتر من 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 حاله قدامي بسبب طلاق. في حاجه ثانيه هي اتكلمت عليها على البنات اللي هي في مناطق شعبيه، دي انا بشوفها كتير جدا، بشوفها كتير ان هي قدام مجتمعها البنت المحجبه اللي هي ما حدش بيعرف عنها حاجه، مجرد ما تطلع بره منطقتها تلبس عبايه فوق اللبس بتبقى واحده تانية خالص، واحده بشعر وميك اب فظيع وقصير. وصدقني دي حالات انا شفتها بنفسي. بس انا اسف في السؤال، انت بتلوميها على كده؟ مش بلومها، مجتمعها هو اللي عمل مجتمعها فيها كده. مجتمعها عمل كده، هو اللي عمل فيها كده. لو عملت عكس كده انا ايه اللي هيحصل فيها في المنطقه علي. الشعبيه انا صعبانه، هتتبهدل. طيب هتتبهدل هنا بقى العيب منين؟ من المجتمع ولا البنت؟ لا ما ده الاجابه واضحه جدا. البنت مش حره انها تقرر نفسها تلبس ايه، لان اللي طالع واللي نازل والجيرانها واللي صاحب اخوها واللي متكلم عليها ولا غلط. صح، انا مع كلام فيروز 100% يعني. لان فعلا في، وده على فكره نسبه كبيره في المجتمع، ان الناس كتير ما في الاحياء الشعبيه ما بيخرجوا بره منطقتهم بيقلعوا الحجاب، عايشين حاله انفصام شخصيه. طبعا انها تخاف اصحاب اخوها، لا جيرانها، لا مش عارفه مين. ودي على فكره دليل ان هي اصلا المجتمع مش عامل لها فكر معين، عندها عايزاها غسيل مخ. ليه؟ ودليل على ان هي نفسها عندها مشكله بقى، عندها مشكله ومش مقتنعه بالمظهر المحافظ. طبعا لا طبعا، لان اللي بيقتنع بالمظهر المحافظ ده بيعمله من نفسه. من نفسه. برافو، ده اللي انا بقى بقوله، اللي هي بتبقى من جوه الست او المراه او البنوته ان هي من نفسها عايزه ما تتكشفش، او ما فيش حتت منها تبقى اوفر طالعه من جسمها. ميار الكبت يولد الانفجار، هي حاسه ان هي مضغوطه جدا، مفروض عليها وضع معين، ودايما احنا يعني دايما الواحد بيميل الى التمرد،
الى ان هو يتمرد على الشيء المفروض عليه. لو كان فعلا المجتمع بتاعها مش سايب لها الحريه الكامله ان هي تقرر، انا متاكده ان طبقا لتربيه امي وتربيه جدتي واللي احنا شفناه وعاداتنا وتقاليدنا وديننا، البنت لا من نفسها تلتزم بجد. طيب هقول حاجه صغيره. كان في شعار في منتدى الشباب العالمي الحيل حضرته واستمتعت جدا جدا واستفدت قوي قوي في شرم الشيخ مؤخرا، يعني ان مصر ملتقى الحضارات وملتقى الثقافات. ورونا فيلم تسجيلي حتى كانت عامله التعليق عليه والتمثيل فيه الشابه الفنانه ريم مصطفى، جميله بنوجه لها طبعا تحيه كبيره لريم. انه مصر دي زي بوتقه وانصهرت فيها كل الثقافات وكل الحضارات وكل المعتقدات، ومعروف عننا تاريخيا ان احنا كلنا عايشين في نفس البقعة دي على ارض او على كوكب الارض. ايه المشكلة ان دي تبقى لابسة كده ودي تبقى لابسة كده ودي تبقى لابسة كده ويبقى عندنا نوع من يعني موزايك لو صح؟ ايه المشكلة؟ وده كان حصل بالفعل في شرم الشيخ. لا يحضرني موقف يعني ليه ليه ما يبقاش فيه قبول الاخر؟ طب انا عايز بس اقول لك على حاجه مهمه جدا، موقف يمكن انا كميور انا يعني من هنا من منبرك الجميل دوت انا عايزه احيي شخصيه انا بحبها جدا وفخوره بيها ان احنا جينا في يوم من الايام بقى عندنا زي الست دي، من غير ما حد يقول ان فقر رياء، حرم السيد الرئيس، ست محجبه ملتزمه في لبسها جدا. لما جت مرات ترامب كانت واجهه جميله ومشرفه ومضيئه للسيده المصريه المحجبه المتدينه الملتزمه. هي الثانيه كانت لابسه لبسها والله العظيم ناس كتير قوي يعني اتريقت على لبسها، لكن حرم الرئيس كانت انا كمايور كمصريه افتخر بان في سيده زي ديت هي سيده مصر الاولى. على حسب بقى يعني ده انا ده بصراحه ده احنا ما قلدناش. ما جاوبتنيش على سؤالي. ليه ما ننهيش حاله الجدل حول لبس المراه في المجتمع المصري بان احنا نقول يا جماعه احنا مهد الحضاره وملتقى المعتقدات والاديان والحضارات والكل يعبر عن ثقافته؟ بالظبط، ما ده كان جالي في الموقف اللي بقول لك يا معتز. سيادة الرئيس قالها، قال احنا لو في يهود عندنا هنبني معابد بس. احنا فعلا ملتقى الحضارات، هو كنايس بيبني مساجد بيبني، مدي الحريه للي يعبد ربنا اللي ما يعبدش ربنا. وقالها على فكره في منتدى الشباب، والشباب يغض بصره. اصل ميار قالت لي في حاله فوران. لا عندنا فوران ايه؟ لا احنا يغض بصره ولا مش يغض بصره؟ عندنا عيب خلقي، عندنا عيب. لا هو لازم ده فرض عين. انت بتعلمي ابنك ايه؟ بعلم ابني ان البنت دي ممكن تبقى اختك او بنت خالتك او امك، واقف على ما شئت كما تدين تدين، ودقه بدقه ولو زدت لزاد الثقه. لو انت بصيت لوحده وعملت اي حاجه هيترد لك في محارمك. دي كان على فكره كان من شويه عايز يقعد مع البنات دول. ايوه يا حبيبتي هيترد له فيا ان شاء الله. لا 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 احنا ما ازاي بقى انت فوق راسنا. افرضي ان هو افرضي شاف بنت لابسه البنطلون اللي هو فيه حتتين منسرين كده في الجينز، بتقولي له ايه؟ بقول له يا حبيبي ما تبصش، غض بصرك. لانه كده يا منى بقول له بس صغير قوي على كده. لا مش صغير على كل حال، بس انت ادي له ظهرك بس. انا عارف انا مريت. هو انا كبرت فجاه؟ ما انا كنت في سني. وماما ياما قالت لي انا شايفه ان اصلا المفروض الراجل يغض بصره بس، ده مش هيحصل. احنا بنتكلم في كلام ومش بيحصل. يعني احنا هنتكلم في واقع مش حقيقه. بالعكس ده دلوقتي ولو بقى. كل البنات راحوا بلبس محتشم في الافراح محدش هيتجوز. الحاجه الثانيه ان برضو مفروض البنات تغض بصرها. على فكره انت بتتكلم في نقطه مش بتصير النقطه الثانيه اللي قصادها. في بنات بتعاكس الاولاد دلوقتي. وفي اولاد بيعاكسوا البنات. لا ما دي معروفه ساعات، دي معروفه. فدي معروفه البنات بيعاكسوا الاولاد، بس دلوقتي عشان خاطر البنات بقت اكتر من الاولاد. استني بس، الجمهور ده كله بنات، انتوا بتعاكسوا من الاولاد في الشارع؟ هيقول لك لا اكيد. هيقولوا طب بيعاكسوهم يقولوا لهم ايه؟ انا شفت منظر مره، واحده واقفه في الشارع مستنيه بتتكلم في الموبايل، فواحد عادتها كلمته بتعاكسه. وانا استغربت جدا، وقفت بصيت لها. ايوه بتقول له ايه؟ لا يا قالت له ايه الموز ده؟ قالت له كده. انا استغربت حقيقي جدا. قلت ايه ده، احنا تواصلنا للمرحله دي؟ بس انا مش باخدها انها معاكسه.
دي ياما بتتقال لي طول ما انا ماشي. طبعا ده كده مجاملة يا جماعة. انا للأسف الشديد وقت البرنامج انتهى، وبشكركم جدا على حضوركم معايا النهاردة على الهواء مباشرة في برنامج آخر النهار الإعلامية ميار الببلاوي، شرفتي الإعلامية والكاتبة الدكتور رشا كامل، أهلا وسهلا نورتي. الإعلامية والكاتبة مروة سعيد، ألف شكر على وجودك معانا. شكرا للجمهور الجميل ده، ألف شكر، ونشوفكم يوم الخميس الجاي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا ومستمرين في حملات التوعية الخاصة بأمراض زي ضغط الدم. حملة فؤاد مظبوط معنية بالتوعية ضد هذا المرض الخطير اللي عرفنا انه اسمه المرض او القاتل الصامت. احنا بيشرفنا دكتور سمير صالح وفا، استاذ امراض القلب بطب عين شمس. اهلا بحضرتك. اهلا بكم دكتور. القاتل الصامت كده على طول؟ يعني واحد يبقى عنده ضغط تقوله ده هيموتك؟ ينفع كده؟ انا سعيد طبعا بوجودي مع حضرتك في القناة وبشكركم. حملة فؤاد مظبوط دي حملة نظمها شركة ميرك الأدوية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والغرض منها زيادة التوعية ضد مرض ارتفاع ضغط الدم وزيادة سرعة ضربات القلب، لأن نسبة التوعية بمرض ارتفاع ضغط الدم وجد أنها قليلة بالنسبة لأهمية هذا المرض. يعني وجدوا أن نسبة التوعية حوالي 38% بس هم اللي يعرفوا بأهمية مرض ارتفاع ضغط الدم وزيادة سرعة ضربات القلب وأهميتها. ونظرا لأهمية مرض ارتفاع ضغط الدم، بيشكل في مصر مثلا حوالي 26% من الناس البالغين بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم، ودي نسبة كبيرة. في العالم كله حوالي برضو 30% من الناس عندهم ارتفاع في ضغط الدم، وبتزيد النسبة دي مع السن لغاية ما توصل لحوالي 60% فوق سن 60. مرض ارتفاع ضغط الدم زي ما حضرتك اشرتي القاتل الصامت، لانه ملوش اعراض في الغالبيه العظمى من المرضى. بعض الناس بيعانوا من اعراض زي الصداع، الدوخه، الزغلله، يحسوا بزياده في سرعه دقات القلب، الم في الصدر، نهجان، تعب لاقل مجهود. انما الغالبيه العظمى ما بيشتكوش من اي شكوى، فعشان كده بيسموه القاتل الصامت. والحقيقه مرض ارتفاع ضغط الدم مش بس ان هو ضغط الدم مرتفع، إنما ده من العوامل الخطورة اللي بتؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والشرايين والمخ والوفاة والوفاة الفجائية. فهو الحقيقة مرض يحتاج إن الناس كلها تبقى عندها توعية بأهميته وخطورته واكتشافه المبكر وعلاجه. وجدنا إن زي ما قلت حضرتك 38% من الناس اللي عندهم ضغط يعرفوا إن عندهم ضغط، 24% منهم بياخدوا علاج، 8% بس من اللي بياخدوا علاج مظبوط كفايه يؤدي الى انتظام الضغط بالمعدل الطبيعي المطلوب. طيب بمعنى ايه علاج مظبوط يا دكتور؟ يعني هل الناس مثلا مش مواظبه على العلاج؟ هل بيدخلوا الصيدليه ويقول له اديني حاجه تنزل لي الضغط وخلاص، ومن غير ما يكشف ويبقى عارف بالظبط هو عنده ايه؟ بعض الناس ما يعرفوش خالص عنده ضغط وما يعرفش لان ما فيش اعراض. تمام. وبعض الناس بياخد علاج مش كفايه لانه ما بيتابعش مع الدكتور، ما بيقيسش ضغطه، او راح للدكتور مره والدكتور كتب له علاجه وماشي عليه على طول. فلابد اللي عنده ضغط ده يتابع الضغط على الاقل يقيسه مره كل شهر. نمره اتنين، بعض الادويه بتبقى مناسبه للمريض ومش مناسبه لمريض اخر، فلابد من المتابعه. بعض الناس بياخد علاج والعلاج يكون افكتيف وكافي لعلاج المرض، بعد شويه بعد شهور او سنين العلاج ده يفقد فعاليته بالنسبه للمريض ده بالذات لاسباب كثيره، منها ان هو يعني نفس المريض ياخد نفس العلاج بعديها بكام شهر وما يعملوش حاجه؟ بعد شهور او سنين العلاج اللي هو كان مكفيه وظابط له الضغط الرقم المظبوط اللي نقول عليه اللي هو 130 على 80 ما يزيدش عن كده، بعد شويه يجد ان هو ضغطه ارتفع او وهو ما بيقيسش الضغط بدون ما يدري. ليه؟ لان وزنه زاد او الجسم اتعود على الدواء او بياكل حوادق او ما بيمارسش الرياضه. عوامل كتيره بتؤدي. يعني فكره ان انا اجيب الدواء اللي ريحني من السنه اللي فاتت ده انزل اجيبه ويظبط لي ده، من الحاجات اللي حضرتك تحب توعي الناس ان لا ما يعملش كده. يعني لابد اللي بياخد دواء ضغط يتابع على الاقل يقيس كل شهر.
عند طبيب متخصص. نمرة اتنين ان هو يتابع وزنه، لان يعني زيادة الوزن بتؤدي الى زيادة الضغط. يظبط اكله، يقلل الملح او ياخد املاح فيها بوتاسيوم بدل الصوديوم، يمارس الرياضة. بمعنى ايه املاح فيها بوتاسيوم بدل ملح الطعام العادي؟ ده كلوريد صوديوم. الصوديوم ده هو اللي بيرفع الضغط. في ملح تاني في املاح تانية طبية فيها بوتاسيوم بدل الصوديوم، وتعمل نفس الطعم ولها طعم كويس ويملح الاكل انما ما يرفعش الضغط. ده بيتباعوا في المحلات ولا في الصيدليات؟ في الصيدليات مفروض الحاجات دي، بس يعني الحقيقه مش موجوده بكثره. ثالث حاجه ان المرضى دول لازم ياكلوا سلطه وخضار وفاكهه. الخضار والفاكهه والسلطه اللي فيها بوتاسيوم برضو يساعد على ان الصوديوم ينزل في البول، وبالتالي الصوديوم اللي هو بيرفع الضغط البوتاسيوم هيبقى بداله فالضغط ينخفض. ممارسه الرياضه، تقليل التوتر، النوم فتره كافيه 7 ساعات على الاقل، نوم مريح بدون قلق، عدم التدخين، عدم شرب القهوه. يعني قله النوم تزود الضغط. التوتر المستمر وقله النوم واللي عندهم ارهاق واجهاد، وحتى الناس اللي بيشتغلوا كتير، يعني واحد بيشتغل مثلا 12 16 ساعه في اليوم، ده بيبقى عرضه اكتر ان يجي له ضغط. يعني كنا زمان نقول ان سبب الضغط ده وراثي ما نعرفوش في الغالبيه العظمى من الناس. في نوع تاني من الضغط اسمه الضغط الثانوي اللي هو له سبب في الكلى او في الغدد او في حاجات تانية، انما الضغط الدم في الغالبيه العظمى من الناس سموه ضغط اولي او ضغط عصبي. مش عصبي يعني المريض عصبي ما يتعصب ضغطه يزيد، تنشن يعني. لا، معناه انه عصبي انه مالوش سبب، انما وجدنا ان من الاسباب بقى الموجوده ايه؟ زياده الوزن، قله الرياضه، اكل الحوادق، عدم اكل الخضار والفاكهه الطازه، الاكلات السريعه والوجبات الجاهزه. حضرتك ذكرت القهوه القهوه والنسكافيه والتدخين والكحوليات، كل دول يرفعوا الضغط. حتى النسكافيه والحاجات دي كل ده يرفع الضغط للاسف. ولو انه يقول لك احيانا انه القهوه فنجان ده في اليوم ممكن يعني يبقى صحي او انما بيرفع الضغط. طبعا كل ما يزود عدد كميات الفناجين او القهوه بيزيد. الاكلات اللي قلت حضرتك اللي فيها بوتاسيوم دي بتوطي الضغط. تمام. قله الرياض، التوتر والقلق والاجهاد المستمر. كل دي عوامل بتخلي المريض عرضه، بالاضافه للوراثه او العوامل الجينيه، تخلي المريض عرضه اكتر ان يجي له مرض الضغط، فبالتالي الامتناع عنها او مواجهتها يعتبر نوع حاجه من ضمن الحاجات اللي برضو عايزين نوعي الناس بيها. انا دلوقتي حد عنده سكر بيروح لاستاذ غدد صماء وسكر، حد عنده قلب بيروح لدكتور القلب، حد عنده ضغط ده يروح لمين؟ الحقيقه في يعني في مصر او في العالم كله اللي بيعالج الضغط هو دكتور القلب او دكتور الباطني. تمام. انما الحقيقه الاخوه الاساتذه الافاضل دكاتره الباطني عندهم اهتمامات حاجات كتيره، منها الجهاز الهضمي، منها الكلى، منها الغدد، القرح والحاجات دي كلها، حاجات كتير، امراض القولون وخلافه. انما الحقيقه مرض دكتور القلب عنده اهتمام خاص بمرض القلب ومرض الضغط في نفس الوقت. يعني فاعتقد يعني ان مواجهه هذا المرض بالتعاون مع الاخوه دكاتره القلب هيبقى يعني له اهميه كبرى ومصلحه. طيب. اكتر للمريض. وهل الضغط العالي بيؤثر على القلب مباشره؟ يعني في تاثير مباشره؟ هو الضغط الطبيعي كام؟ من 120 على 80، ما يزيدش عن كده. تمام. اكتر من 120 على 80 الى 140 على 90 ده بيبقى عنده استعداد للضغط. او يسموه بري هايبرتنسيف، يعني عرضه للضغط. مش طبيعي. من 140 على 90 الى 160 على 100 دي يسموها المرحله الاولى من الضغط. فوق 160 على 100 يسموها المرحله الثانيه من الضغط. معنى الضغط ايه؟ الضغط ده يعني قوه دفع الدم لجدران الاوعيه الدمويه اللي بيمشي فيها اثناء ضخ الدم من القلب لسائر اجزاء الجسم. فاذا الضغط زاد عن المعدل الطبيعي اللي هو 120 على 80، يعني 120 على 80 الرقم اللي فوق ده اللي هو دفع الدم لجدران الاوعيه الدمويه اثناء انقباض القلب، فيسموه الضغط الانقباضي اللي هو البسط. تمام. والرقم التحتاني هو الضغط الانبساطي، يعني قوه دفع الدم لجدران الاوعيه الدمويه اثناء انبساط القلب. تمام. فاذا زاد عن كده معناه ان القلب بيواجه يعني ريزيستنس، مقاومه، اثناء ما بيضخ الدم من القلب لسائر اجزاء الجسم، القلب لغايه ايدين والرجلين والمخ والراس كله. فيبقى فيه مقاومه، المقاومه دي مع المر السنين على المدى الطويل بتؤدي الى فشل القلب
والوفاة لا قدر الله. بالإضافة إلى أن ارتفاع ضغط الدم ده بيؤدي إلى تصلب الشرايين، يؤدي إلى انسداد أو نزيف في شرايين المخ، يؤدي إلى ضيق في شرايين الكلى وأمراض الكلى، يؤدي إلى ضيق وسمك في شرايين العين. فدي كلها من المضاعفات مرض الضغط لو ما تعالجش. أما لو تعالج مظبوط أقل من مفروض يوصل 130 على 80 أقل من 130 على 80 يبقى مفيش مشكلة أبدا. تمام. فلابد ممكن أنا أكون النهاردة باخد علاج و... طيب قياس الضغط يعني دايما يقولك السكر لازم تقيس السكر صايم مش عارفة إيه، قياس الضغط هل له بريكوشنز معينة أو يقولك لا ما تبقاش نايم لا مجهود مش مجهود؟ عند اكتشاف الضغط يعني جالي مريض وشاكك عنده ضغط ولا لا لازم اقيس له الضغط وهو قاعد مسترخي واستنى عليه 5 دقائق واقيسه من الايد اليمين والايد الشمال واشوف انه فيهم اعلى واقيس من الناحيه الاعلى دايما. يعني شوف لو احيانا هو ناحيه بتبقى اعلى من احيانا يبقى في ناحيه اعلى من الثانيه مثلا 10 في البسط وفي المقام في الانقباض والانبساط. تمام. فانا اركز على الناحيه العاليه دي سواء اليمين او الشمال واقيس منها باستمرار واستنى عليه 3 4 دقائق واقيس تاني واستنى عليه 3 4 دقائق واقيس تاني وبالتالي بعد 3 قياسات وهو قاعد ومسترخي اقرر اذا كان عنده ضغط او استعداد للضغط ولا لا. لو قررت ان المريض ده عنده ضغط حسب بقى نسبه الارتفاع اللي عنده 140 على 100 غير 160 على 110 غير 200 على 120 حسب شده الضغط بسيط ولا متوسط ولا شديد. امتى اقول انه شديد؟ شديد يعني فوق 180 على 100. ده بقى ايه المفروض يعمل ايه دلوقتي؟ اللي عنده ضغط شديد واحد راح اسفل صيدليه ولقى انه الضغط عالي يعمل ايه؟ نمره واحد يعني هياخد علاج طبعا لانه قلنا ده من النوع الشديد اعلى مثلا من 180 على 110 ده من نوع المرحله الثانيه اللي هو ضغط الدم المرتفع المرحله الثانيه الشديد ياخد دواء باستشاره الطبيب طبعا اللي بيعالجه. نمره اثنين بالاضافه للدواء اهميه الدواء تقليل الوزن الرياضه نص ساعه كل يوم مشي او اي نوع من الرياضه جري مشي ايروبكس كيفما كان تقليل الملح ما يزيدش عن نص معلقه صغيره ملح في اليوم استبدال ملح الصوديوم بملح البوتاسيوم ان امكن ممارسه الرياضه زي ما قلنا تقليل الكحوليات والتدخين والقهوه والنسكافيه الامتناع عن الوجبات السريعه والاطعمه الجاهزه طبعاً. اللي هي غنيه بالدهون وبالاملاح تقليل التوتر والارهاق النوم 7 ساعات نوم مريح يوميا كل مش مقطع حضرتك يعني مش نوم مقطع او في ناس يناموا وهو مشدود بيفكر في شغله بيفكر في مشاكله انما لابد النوم الواحد يعود نفسه يدرب نفسه ينام نوم عميق صحيح. بدون قلق بدون توتر. طيب هل الناس اللي بيعانوا من الضغط ممكن يتعلموا قياس الضغط هم ويجيبوا الجهاز في البيت ده احسن يعني بالنسبه لهم؟ ممكن طبعا يتعلم هو او يعلم حد من الاسره يقيس له. ليه بقى؟ بعض الناس لما يروح للدكتور يبقى خايف فيسموه ايه وايت كوت هايبرتنشن يعني خايف من البلطو الابيض اللي لابسه الدكتور مجرد ما يشوف الدكتور فممكن يعلي بطريقه مش حقيقيه ما تبقاش دقيق فولس يسموه فولس مش دقيق غلط اما يروح البيت ويسترخي ضغطه يبقى اقل ده يسموه ضغط البلطو الابيض فقياس الضغط في البيت احنا كدكاتره بنستعين بيه ان المريض يقيس لنفسه او حد يقيس له بس بالمواصفات اللي قلنا عليها يبقى قاعد مسترخي ويشوف الناحيتين ويقيس منا استنى دقيقتين 3 ويقيس تاني 2 3 مرات. طيب يقيس كل قد ايه يا دكتور؟ في الفتره الاولانيه كل اسبوع مع بدايه اكتشاف الضغط بعد كده كل شهر اما ما يستقر الضغط ويتظبط 130 على 80 او اقل بعد كده يقدر يقيس كل شهر مره. طيب هل الضغط بيتظبط بالادويه ولا ممكن يتظبط بكل الحاجات اللي حضرتك قلت عليها الخساسان والمعرفش ايه واللايف ستايل ولا الاثنين؟ الضغط البسيط ممكن يروح تماما باللايف ستايل موديفيكيشن اللي هو تنظيم نظام الحياه والاكل والوزن والرياضه وكذا انما الضغط الشديد مع اللايف ستايل موديفيكيشن والادويه ممكن يتحسن ونقلل كميه الادويه بدل ما بياخد دوايين او 3 في اليوم ياخد دواء واحد يعني الموديفيكيشن دي مفيده في كل الاحوال مش بس للضغط دي مفيده للقلب ومفيده للوزن ومفيده للنهجان ومفيده للركب ومفيده للحركه كويس فاللايف ستايل موديفيكيشن دي مفيده جدا بعض الناس اللي هم عندهم ضغط بسيط زي مثلا 140 على 100
ده ممكن بعد شوية لو خس وزنه، لو وزنه زايد وعمل رياضة وقلل الملح والتوتر والقلق والكلام ده وقهوة ونسكافيه والتدخين يوقف الدواء خالص. إنما اللي ضغطهم عالي قوي فوق مثلا 180 على 110 ضغط مرتفع المرحلة الثانية، دول يعني اللايف ستايل ده هيساعد ان هو يقلل كمية الأدوية اللي بياخدها، ويعني غالبا هيمشي على كمية أقل، دواء واحد مثلا في اليوم بدل اثنين أو ثلاثة. هو ممكن ياخد أكتر من دواء؟ بياخدوا خمس أدوية. ياه، بس لتظبيط الضغط؟ ده له علاقة بالسن ولا ممكن في أي سن؟ ممكن في أي سن، إنما هي نسبة الإصابة بمرض الضغط هي اللي بتزيد مع السن. فوق ال 60 بتوصل 60% من الناس. في السن الصغير زي ما قلنا حوالي في مصر 26%، في البلد التانية حوالي 30%. فمع السن هتزيد نسبة الإصابة، إنما الضغط المرتفع ودرجاته ممكن في سن صغير واحد عنده 30 سنة وعنده ضغط عالي جدا يسموه مالجنانت هايبرتنشن، ضغط خطر، ضغط يعني فظيع لدرجة إنه ياخد ثلاث أدوية، أربع أدوية، خمس أدوية. طيب حضرتك قلت لي إنه النبضات أو النبض، ودي كانت معلومة أنا أول مرة أعرفها، الدكتور بيقول لي النبض هو ضربات القلب هو النبض. انا ما اعرفش، انا فاكره النبض ده حاجه وضربات القلب حاجه. القلب بيضخ الدم في الجسم كله، في الايدين وفي الرجلين وفي الرقبه. فالنبض اللي احنا بنحسه في الايد ده كل دقه بتدل على ليها علاقه بضربات القلب. هي كل نبضه نحسها هي عباره عن قباضه للقلب. كل نبضه نحسها انقباض، يعني القلب مثلا معدله 70 ضربه في الدقيقه، حس هنا 70 دقه في الدقيقه. طب يعني 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 لحيك وحيك بتشوف قياس النبض دي حاجه غير الرسم القلب اللي بيتعمل، الرسم ده بيقيس ايه؟ رسم القلب اللي على المونيتور ولا اللي عادي؟ اللي على المونيتور وبيطلع لنا كده ده بيقيس ايه؟ بيقيس الضربات برضو ضربات القلب او عدم انتظام ضربات القلب. وبالتفصيل بقى اللي على المونيتور ده بنشوف فيه موجات معينه تبين مثلا قصور الشرايين التاجيه، تبين عدم انتظام ضربات القلب، تبين جلطات القلب. انما هل تبين سرعه ال وسرعه طبعا تبين سرعه تلاقي حاجة على المونيتور مكتوب مثلا 70 75 80 في الدقيقه. انما لما نحس النبض من هنا بنعرف عدده بس انديكيشن كده انه يعني في حاجه او ما فيش حاجه، يعني من النبض من النبض كده في الاول. ليه بقى؟ لان هو زي ما قلت لحضرتك ان هم وجدوا ان سرعه ضربات القلب دي عامل مهم جدا في كل ما تزيد بتزود نسبه الاصابه بامراض القلب والشرايين والمخ، بتزود نسبه الوفيات، بتزود نسبه الوفيات الفجائيه. في بعض الدراسات كان في دراسه مشهوره اسمها فرامنجهام معموله من زمان قوي، قعدت 30 سنه يعملوها، لقوا ان اللي عندهم ضغط الرجاله نبضهم فوق 88 دقه في الدقيقه عندهم 6 أضعاف اللي نبضهم 65 دقة في الدقيقة نسبة الوفاة الفجائية. يا ساتر يا رب. يعني نبضه 65 لو وصل 88 يعني أو يعني مقارنة بواحد عنده نسبة الوفاة الفجائية 6 أضعاف. في دراسات أخرى لقوا إن كل 10 ضربات زيادة في عدد دقات القلب، يعني 60 تبقى 70 تبقى 80، يزيد نسبة الوفاة 10%. يعني ال 70 اوحش من ال 60، ال 80 طيب هو النبض المناسب الطبيعي كام؟ كنا زمان نقول من 60 ل 100، انما وجدوا زي ما قلت لحضرتك ان كل ما تزيد سرعه ضربات القلب بيزيد الحمل على القلب، ويزيد يعني الرياضيين اللي بيعملوا جري وعدائين تلاقي نبضهم 40 دقه في الدقيقه. فده حاجه مريحه جدا ومفيده وتخلي القلب حالته كويسه. كل ما النبض زاد 70 يعني احنا كلنا متخيلين، وده برضو من قلة الوعي، انه المجهود هو اللي بيعلي الضربات، في حين انه حاجة بتقولي انه حد ممكن يبقى عامل مجهود في جري ومش عارفة ايه لا احنا بنتكلم عن النبضات اثناء الراحة. طبعا المجهود والجري يزود النبضات، لا بنتكلم على عدد ضربات القلب اثناء الراحة، ريستنج هارت ريت. يعني النبض اثناء الراحة اللي نبضه 60 ده احسن حاجه. كل ما النبض يزيد 70 80 90 100 اوحش. ولقوا ان من 60 ل 80 ده يعني معقول مناسب، كل ما يقل احسن. طب من 80 ل 100 اوحش، فوق 100 اوحش. في نسبه الاصابه بامراض القلب، نسبه الوفيات من امراض القلب، نسبه الوفيات عامه في عامه الشعب، والوفاه الفجائيه. فالحقيقه تقليل النبض ده حاجه مهمه والناس تغفل عنها الحقيقه، وبعض الدكاتره كمان ما ياخدش يعني يهتم بالضغط ان ما يهتمش بالنبض. فعدد النبض ده مهم جدا، كل ما نقلله سواء
هنقلله ازاي؟ يا اما بدواء يا اما باربع حاجات. تقليل الوزن، ممارسه الرياضه بانتظام، تقليل القهوه والنسكافيه والتدخين، الملح، تقليل التوتر. طب كويس، الملح مش الملح هيقلل الضغط اكيد، تقليل التوتر. انما زياده السرعه ضربات القلب دي مفيش مجال، مفيش وسيله لتقليلها غير الاربع حاجات دي، بالاضافه للادويه، في ادويه بتقلل بقى ضربات القلب. فيعني ضبط الضغط وتقليل ضربات القلب دي حاجتين مهمين جدا، لابد الناس والدكاتره وكله يهتموا بيها، لانهم بيقللوا نسبه اصابه امراض القلب، بيقللوا الوفيات، بيقللوا الوفاه الفجائيه، وهي حاجه سهله جدا. صحيح. ممكن ببعض اللايف ستايل اللي قلنا عليهم دول، او بدواء بسيط يعني. الوقايه طبعا خير من العلاج. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سمير صالح وفا، استاذ امراض القلب بطب عين شمس، شكرا جزيلا يا دكتور. وعايز افكر مشاهدينا بصفحه فؤاد مظبوط، صفحه الحمله للتوعيه ضد السكر وضغط الدم والامراض اللي ليها علاقه مباشره بامراض القلب. بشكركم مشاهدينا، ونشوفكم على خير في الحلقه القادمه ان شاء الله. سلام عليكم.